بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. ومن تحدي الى افراح، ومن افراح الى تحدي، والاهلي يحدد اولوياته ويمضي قدما. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دائما في لقاء الخميس من ملك وكتابه. هي بالفعل ايام الاهلي تقريبا ما بيلحقش يفرح، زي ما انتم شايفين الاهلي لم يحتفل بعد ببطوله الدوري، ودخل سريعا في غمار التحدي والقرعه ومنحنيات دوري ابطال افريقيا وضبط المؤشر على قلب الاميره يا باشمهندس. وهنا بقى التحدي الاكبر اللي كل الناس شايفه، زي ما بيقولوا اباوت تايم، حان الوقت. الاهلي كان قريبا جدا ان يحقق هذا الامر، عكسته بعض الظروف اهمها التحكيم. انا شايف ان في افريقيا يجب ان يكون الاهلي اقوى من التحكيم حتى يستطيع ان يتحمل مفاجاته السخيفه. السنه دي على الاهلي كل المشاكل يطويها بسرعه ويرميها ورا ظهره ويبدا في التخطيط للاستحواذ على هذا اللقب الذي غاب دون مناسبه عن النادي الاهلي. إذن هي حلقة مهمة جدا في توقيت أيضا في حالة من التداخل بين الأفراح والارتباطات، بين التحديات والمهام. حلقة وعنوانها وحياة أهلي وأفراح. وحياة أهلي وأفراحه عبد الحليم حافظ في شهر رحيل العندليب الأهلاوي اللي أبدع زي ما بتشوفوا دايما أو في معظم الحلقات في نهايتها، بنسيبكم تستمتعوا بزين النوادي وازاي ابدع عبد الحليم حافظ في الغناء للنادي الاهلي. كلمات الامير عبد الله الفيصل اللي بتمس وجدان الاهلاويه بجد، انه زين النوادي العربيه ومجمع شامل لكل العرب حوله. باشمهندس، دوري ابطال افريقيا لاول مره السنه دي دخل على الطريقه الاوروبيه. كنا دايما وابدا لما اتعمل دور المجموعات من دور ال 16 اعتدنا في السنة اللي فاتت بدايتها في أربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع أندية، أول وتاني بيصعدوا، بين كل مجموعتين بتعمل كروس، أول الأولى مع تاني التانية والتالتة مع الرابعة وهكذا. السنة دي قال لك لا، بعد انتهاء دوري المجموعات في قرعة جديدة. إذا دور الثمانية والدور قبل النهائي بقرعة زي دوري أبطال أوروبا. هياخد بقى الأول والتاني ويعمل قرعة. أول والتاني الثمانية هتعمل قرعة. انت وحظك بقى، انت وبختك يا معلم. يعني يصعد معاك مثلا الترجي، ممكن تلاقي القرعه جايباك معاه تاني. كده اوقع من ال لا، مفيش حاجه اوقع، هي انظمه. وطالما النظام معلن مسبقا محدش يحتاج. انت داخل على بطوله عارف نظامها زيك زي غيرك. بس اشتغل على كده. طيب، معاك المجموعه فيها الترجي يمكن المنافس المباشر، كامبالا سيتي طبعا الاوغندي منافس قوي. طبعا الترجي هيخش بتحديات، بتسواني فريق كويس، يعني هيخش بتحديات. هي صعوبه هنا. الترجي يعني نتائجك معاه السنه اللي فاتت عنده دوافع، يعني لازم يتعمل حسابها. انما عندك فرقتين من المجهول. بتسواني دي ما تقدرش تقول ان فريق قوي. ده لما تشوف جيلبرتو ساعه ما سحب الاهلي قال اوه الاهلي. يعني جه من بخته حنينه. سحب الاهلي. ادي مانويل جوزيه، مانويل جوزيه وجيلبرتو واسلام الشاطر، دي توليفه العصر الذهبي. بقول لك جيلبرتو. توليفه العصر الذهبي. ده دوري ابطال افريقيا هيتلعب ماتشين، يعني الاهلي اربعه او خمسه هيستضيف الترجي في القاهره، ثم هيسافر الى اوغندا عشان يلعب كامبالا سيتي، وده قبل كاس العالم. ثم يتوقف دوري ابطال افريقيا عشان الناس كلها تنشغل بكاس العالم. بعد كاس العالم تستمر البطوله. وعلى ذكر كاس العالم، بكره ان شاء الله، هو طبعا كان في انتقادات على الفونت اللي مكتوبه بيه وعدم وضوح، محدش قادر يتابع ويقرا كويس. يعني ما كانتش معموله بالطريقه الامثل يعني، والاضاءه وكده. لكن احنا في الاخر كل يهمنا يقولوا لنا انت في مجموعه مين وخلاص. عجبني عمرو فهمي بقى
متألق في أول مرة يدير فيها قرعة الاتحاد الأفريقي كسكرتير عام. ووالده داخل يطمن عليه. يعني متمكن يعني. ما هو طالع في نفس البيئة وهو اتأهل من خلال عمله في لجان الاتحاد الدولي. نرجو له التوفيق، وإن كان هناك أمر يعني أرجو أن يعالج بحكمة. هناك أمر ولا عمر؟ لا أمر. أمر على عمر أن يعالجه بحكمة. معرفش أنت قد يكون من المناسب الإشارة لي ولا نعديها يعني. الكابتن خطيب له مقعد بصفته رئيس النادي الأهلي في لجان الأندية في الاتحاد. والذي شغلوه قبله بصفته رئيس النادي الأهلي المهندس محمود طه. نظرا لظروفه الصحية وكان بيعمل أشعات ومسافر تاني يوم، بعت حد بدله. النظام واضح ان النظام بيقول يعني ان ده شخصي، يعني فلان الفلاني بصفته بس شخصي. ما ينفعش يعني حد غيره ينوب، لانه مش مقعد محجوز للنادي. وان كان اختيار الشخص نابع ان هو رئيس النادي الاهلي. حصل ازمه كده، ارجو تداركها وخلاص. مش بدون دخول في تفاصيل يعني. هنا بقى خبرات بقى. فالمهندس يعني الاستاذ مصطفى مراد لازم يقول له. هو عموما المهندس مصطفى فهمي مستشار الاداري يعني الاتحاد الافريقي، يستشيره. موقف زي كده يخلص ازاي؟ ازمه صغيره كده بس، ممكن تكبر، ممكن تروح في حالها بس. صحيح. بكره ان شاء الله 10 الا ربع مساء منتخب مصر في زيورخ بيواجه البرتغال بروفة قوية وجادة لكأس العالم. الدون ضد الفرعون. هنشوف كريستيانو رونالدو بقيمته بتوهجه بيقود المنتخب البرتغالي ضد محمد صلاح وقائمة الفراعنة اللي بتستعد بقوة لكأس العالم إن شاء الله. اختيار أنا شايفه يعني يعول عليه. مؤشر حقيقي. فريق قوي جدا ولكن ليس من القوى الكبرى. اذا استطعت ان انت، ودي اصعب الفرق لان دوافعها زي دوافعك. مفيش تعالي، مش هيلعبك بتعالي، هيلعبك بمنتهى العنف. العنف مش يعني العنف البدني، انما العنف شراسه اللعب، الدوافع يعني دوافع اللعب. فارجو ان احنا تبقى يعني مؤشر اطمئنان باذن الله. كل اللي اتمناه الحقيقه يا جماعه، لانه كوبر لما اختار كويس انه يلعب مع البرتغال وهيلعب مع اليونان، تجربتين جيدتين جدا. بس خدوا بالكم اللي باقي على كاس العالم يا دوب 3 شهور. ماتشات بهذا الحجم في هذا التوقيت وفي ظل مدرب ممكن يكون ما بيلعبش الكره الممتعه اللي تقنع الناس او تمتع الناس، لكن احنا ما قدمناش كتير عشان ننتقد وننظر ونهزر. احنا قدامنا وقت قليل جدا. منتخب مصر مرشح لاي من الحالتين. مش عايزين نرتكب الخطيئة الدائمة في تقييم اداء المنتخب. لو وفق وكسب هنوصل بسقف الطموحات بشكل عالي جدا، وهنبدأ نضغط على اللعيبة ونتوقع ان يقدروا يعملوا حاجة استثنائية في روسيا. فهنخلق دوافع ضاغطة جدا، وهنخلق لود بشكل غير طبيعي على اللعيبة والجهاز، لأنه هنعتقد أن نقدر نوصل أبعد من كده. ده لو بإذن الله تعالى أدينا بشكل جيد ووفقنا في تحقيق نتيجة جيدة سواء على البرتغال أو بعديها إن شاء الله يوم الثلاث مع اليونان. طيب دي بروفا، وفي ثقافة أي مدرب دي فرصة للتجريب. كله بيلعب ماتشات قوية في هذا التوقيت عشان يجرب ويقرب. لو ما وفقناش هنبدا بقى في التقطيع وفي التحامل. فلا التهليل هينفعنا ولا التهويل هيفيدنا. وخصوصا دي ماتشات وديه. يعني انا اذكر في الاولمبياد غلبنا اليابان 3-0. ولما دخلنا معاه في الجد غلبونا بعدها باسبوع. وليه عايز تروح بعيد؟ احنا جينا من كاس العالم 90 يا جماعه، الاجيال الجديده اللي ما خدتش يمكن ما عصرتش الفتره ديت. راجعين الكابتن الجوهري الله يرحمه
النشيد الوطني المصري. جوهري جوهري لفظ في كل الناس، محدش مفيش مدرب اتهتف له باسمه في الشوارع قد الكابتن الجوهري الله يرحمه. بعد 90 راجع على حصان ابيض يلعب ماتش ودي ايضا مع اليونان يخسر 6-1، معرفش حكايه الستة واحد دي. تقوم القيامه يتم اقاله الجوهري عريس المونديال، يتحل اتحاد الكوره اللي راح كاس عالم، ونبدا نهد المعبد على من فيه ونبدا من تحت الصفر بدون ما ناخد بالنا ان دي مباراه وديه الهزيمه فيها كانت ورده. فيها تجارب. ما هو انت مش بتحاسبني على النتائج، هو بيجرب حاجه معينه، اذا نجحت هتعمل مباراه ممتازه، ما نجحتش هيغير. بالظبط. ولذلك ادائنا امام البرتغال هي بروفات لافتتاح البطوله امام روسيا. انت يعني او في البطوله امام روسيا انت او انت بتجرب فيها اذا كنت هغير اسلوبي ولا ما غيرش اسلوبي. بالظبط. يعني عمالين تقول الراجل غير اسلوبك، طب ما هو لازم نستحمل بقى ان احنا نشوف منه يعني او نتحمل نتيجه التجارب. يعني لازم نتحمل ولازم ندرك انه كل الناس قالت وجهات نظرها، وكل الناس طلبت بلعيبه معينه، وكل الناس انتقدت اختيار لعيبه بعينها، بس هيكتور كور هو المدرب المسؤول دلوقتي، وزي ما بيقولوا السفينه في عرض البحر، مش هينفع ابدا ان احنا نشغل بالنا ما خدش فلان وخد علان. انا واحد من اللي ليا تحفظات على بعض الاختيارات، وشايف ان في لعيبه كويسه بره المنتخب كانت تستحق تكون موجوده. لو انت مش سهل، لكن ارضائك صعب يعني. لا، لكن ماذا يعني ده؟ ولا حاجه، دي كلها اراء. ما اصل خلي بالك ممكن يعمل في دماغك وناس تانية تنتقده. بالظبط، هيلاقي ناس تانية بتقول يعني سين افضل من صاد اللي انت خدته. فخلينا ارجوكوا نساهم كلنا مع بعض في ان احنا نخلق مناخ ايجابي مساند للمنتخب. محتاجين فعلا الفتره الجايه نهيئ للراجل ده وكل اللعيبه اللي معاه افضل قوه داعمه معنويا، اللي هيختاره هو ده الافضل، اللي هيختاره هو اللي هيتحاسب عليه، اللي هيختاره هو ده اللي هيمثل مصر، اللي هيختاره هو اللي كلنا هنقتنع بيه، مع تسليمنا انه عندنا عناصر كويسه جدا كان المفروض تكون موجوده، بس مش احنا اللي هنختار، هو اللي هيختار وهو اللي هيتحاسب. فلازم نجتمع كلنا حوالين كلمه واحده. اتمنى ان الفتره اللي جايه، لانه مش باقي كتير، الدنيا تهدى شويه ونبدا كلنا نتحول الى قوه ايجابيه مسانده للمنتخب بكل خياراته واختياراته. كوبر مدرب كبير له اسم كبير، منتخب مصر مع محمد صلاح حاجة تانية. ومحمد صلاح دلوقتي يمكن اتفق مع كابتن مع احمد شوبير وهو بيقول دلوقتي تقدر تقول عالميا هو ثالث احسن لاعب او ثالث المع لاعب. يعني الناس لما بتتكلم في النماذج الفردية المتوهجة قوي اذا كان ميسي ورونالدو، في وسائل اعلام كتيرة جدا حطت الراجل ده النجم المصري الجميل ده ضمن هذا الثالوث. قطعا هو ضمن احسن 10. على الاقل ضمن احسن 10 بيتقدم بشكل سريع. بشكل نرجو استمرار هذا التقدم. لانه يعني برضو خلي بالك التقييم بقى الحقيقي هو كاس العالم. اما تخش بقى مع فرقتك تشوف حجم تاثيرك عليها ايه. يعني رونالدو حجم تاثيره على البرتغال رهيب. صحيح. وعلى فكره اداؤه مع البرتغال هو اللي بيخليه يكسب افضل لاعب. يعني لو الاداء المحلي في الدوري الاسباني ميسي ياكله، لكن هو اداؤه الدولي مقارنه باداء ميسي الدولي لا هو اعلى. طيب في معسكر المنتخب في سويسرا هيكتور كوبر بيقول ان حاله عبد الله السعيد ممتازه، وبيقول تغيير طريقه اللعب ورده. ما هو طبعا لازم أن تكون ورده، ورده ونجاهات وفايزه كمان. انت هتلعب مع مدارس مختلفه، هتلعب باستراتيجيه لعب مختلفه، هتلعب لاهداف مختلفه شويه. فبالتالي من الطبيعي جدا انه كوبر يفكر في بعض التغييرات في ملامح طريقه اللعب او في العناصر اللي ممكن تنفذها. هو تعليقا على موضوع ابراز حاله عبد الله السعيد منفردا، دعنا نرى الامر كذلك. نحن لا نتحدث عن عبد الله سعيد صاحب الازمه، نحن نتحدث عن عبد الله سعيد اللاعب الدولي صانع العاب منتخب مصر الذي يعول عليه
المنتخب والمصريون الكثير في 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 مسيرة الفريق في كأس العالم. عشان كده كلنا لازم نتمنى نجاح عبد الله السعيد في مع المنتخب، لازم ما افصل تماما ازمته المحليه عن ازمته عن مسيرته مع المنتخب دلوقتي. نتمنى له التوفيق وان يكون فعلا بحاله ممتازه ويستطيع ان يكون مؤثرا كما ينبغي. الجميل في المنتخب حاله الحب الشديده اللي بينهم. يعني احمد فتحي له تصريحات لما سئل انتوا بيضايقكوا انه يتقال ان ده منتخب محمد صلاح، قال لك بالعكس ده بيسعدنا ويشرفنا ونشعر معاه بالفخر كمان. احنا منتخب محمد صلاح، احنا فرقه محمد صلاح. هو حد يطول؟ شوفوا برضو الروح الحلوه اللي بين اللعيبه، وهتسمعوا من محمد صلاح عن زمايله كلام اجمل من كده كمان. عقل بالظبط، عقل. فهي دي الحاله الكويسه حتى اللي بين رمضان صبحي. الحقيقه رمضان صبحي كل في صحف عالمية كتيرة اتكلمت على انه محمد صلاح مع مدربه يورجن كلوب مهتم جدا انه يبدأ يتفاوض على ضم رمضان صبحي لليفربول. يا سلام، فلو ده حصل لا لو حصل هتبقى نقلة. انا اقول لك بقى معنوية وفنية كبيرة لو حصل لرمضان. وغير مكان رمضان صبحي الى صانع العاب كما اتصور امكانياته تقول لا هتتفرج على حاجة عالية جدا. محمد صلاح ورمضان صبحي في ليفربول يعملوا حالة، بس هيك الأول يقعد بس محمد صلاح في ليفربول. طيب فرناندو سانتوس بقى المدرب البرتغال بصريح العبارة قال لا احنا مش فريق مرشح للمنافسة على كأس العالم، ما تودوناش في سكة تضغطوا علينا بيها، احنا رايحين نقدم كورة كويسة جدا. تقول لي بطل أوروبا، تقول لي فرقة رونالدو، كل ده جميل جدا، لكن احنا ما احناش ضمن القوى المؤهله للمنافسه على كاس العالم. وقال نحن لا نعتبر مفضلين للتتويج بلقب كاس العالم في روسيا، لكننا سنقاتل من اجل الفوز. عنده اصابات كتيره في الفريق، قال عندنا عدد من اللعيبه قادرين يعوضوا هذه الغيابات، عنده تقدير للمنتخب المصري وعنده اهتمام بهذه التجربه القويه معاه. والمنتخب البرتغالي انتوا عارفين انه بيلعب في المجموعه الثانية في كأس العالم معاه أسبانيا والمغرب وإيران، ولعل وجود المغرب معاه في المجموعة خلته يهتم بيلعب مع المنتخب المصري عشان يكون يتعرف على ملامح الكرة العربية شوية. يمكن مباراة مصر والبرتغال هتكون بتمثل المواجهة السابعة اللي بين سانتوس وهيكتور كوبر خلال مشوارهم التدريبي في الكثير من الأندية. هيكتور كوبر فاز على فرناندو سانتوس 3 مرات من أصل 6 لقاءات جمعتهم قبل كده، وتعادلوا في مباراة واحدة. خسر هيكتور كوبر مواجهتين أمام سانتوس اللي حصل على بطولة الأمم الأوروبية 2016 مع برازيل أوروبا أو منتخب البرتغال. ده بالنسبة للمنتخب. 10:15 بإذن الله تعالى بكرة في زيورخ تستمتعوا بهذه التجربة القوية للمونديال بإذن الله. النهارده انت شكلك كده من الدردشه اللي بينا امبارح والنهارده هتاخدنا في جوله متنوعه، جوله محليه وجوله كده من فيها بعض الحالات اللي لازم هنعمل الضوء عليها، لان الحقيقه بتعكس حاله نفسيه غريبه جدا عند بعض الناس. هنناقشها في حدودها وبهدوء وبهدوء جدا، لكن ايضا هنسلط الضوء على مشوار النادي الاهلي، هنسلط طبعا سلطنا الضوء على المنتخب، يعني عندنا حالات كتيره. ابقوا معنا. طيب نروح للاهلي بقى. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال ان عمرو جمال حصل على موافقه النادي لاستكمال مده اعارته حتى نهايه الموسم بفريق هلسنكي، وسمعنا عمرو جمال في الحلقه الماضيه مع ملك وكتابه اكد حسم المفاوضات والسفر الى هلسنكي. ايضا سيد عبد الحفيظ قال انه اللاعب فسخ عقده مع بيدفست الجنوب افريقي وطلب من الاهلي انه يكمل اعارته، والاهلي وافق له وتم حسم الامر بشكل نهائي. اشار سيد عبد الحفيظ الى انه جهاز الكوره او الجهاز الفني ولجنه الكوره وافقوا على تغيير وجهه اللاعب حتى نهايه الموسم حفاظا على مصلحته. جونيور اجاييه
المهاجم النيجيري المتألق في صفوف الأهلي واللي تم اختياره ضمن منتخب النسور عشان يكون في كأس العالم إن شاء الله، زي بالظبط وليد أزارو ما تم اختياره أحسن لاعب مغربي، وتم أيضا الاستقرار على وجوده ضمن قائمة المغرب في كأس العالم زي علي معلول، عشان يكون الأهلي ربما بين أكثر الأندية تمثيلا في كأس العالم بروسيا. جونيور أجاييه انتظم في التدريبات الجماعية للفريق النهاردة، وتعثر جونيور أجاييه في الحصول على تأشيرة دخول أوروبا مع منتخب بلاده، وتخلف عن المباراة اللي هيلعبها المنتخب النيجيري أمام بولندا ضمن الأجندة الدولية. وجونيور أجاييه بيأدي تدريبات جماعية الحين سفره إلى لندن للحاق بمعسكر المنتخب لمواجهة منتخب صربيا في الودية الثانية إن شاء الله. حصل اللاعب على تأشيرة دخول إنجلترا فقط. مدير الكرة سيد عبد الحفيظ نفى أنه أو قال أن إدارة النادي الأهلي لم تتلقى عروضا رسمية بشأن أجاييه من أي نادي، ده ردا على بعض الأخبار اللي تواترت في الفترة الأخيرة، وقال أنه هناك بعض الأحاديث الكثيرة عن رغبات للاعب يتم دراستها وفقا للقنوات الشرعية عندما تصل إلى شكل عروض رسمية. خد من ده بقى. لحد ما يخلص كأس العالم فرقة الأهلي دي كلها هيبعولك على الهواء. في المباراة الودية اللي الأهلي هيلعبها يوم 27 في الإمارات مع الفجيرة الإماراتي، الأهلي هيظهر لأول مرة هذا الموسم بالفانيلا الجديدة. شركة سبورتا الموردة لملابس النادي الأهلي قدمت الزي الجديد اللي هيظهر به الأهلي لأول مرة في الفجيرة في هذه المباراة الودية اللي هتقام في الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء نادي الفجيرة أو أهل الفجيرة. البعثة هتطير للإمارات إن شاء الله يوم الأحد برئاسة الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، وهترجع في اليوم التالي للمباراة يعني يوم 28 مارس. كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى قال إن قرعة دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا متوازنة، وقال إنه الأهلي بيحترم كل المنافسين. والحقيقة يمكن ما يمتاز به الكابتن حسام البدري وجهازه يا باشمهندس، سواء حسام البدري أو أحمد أيوب أو سيد معوض أو طارق سليمان وطبعا سيد عبد الحفيظ كمدير كورة، خبراتهم في الحتة الأفريقية عالية قوي، في رصانة في التصريحات. يعني لا يقول لك مش عارف إيه ولا يقول لك مباراة صعبة عشان يدي يلتمس نفسه العذر. متوازنة، تلاقي التعليقات على قد قدر الموقف يعني. وكمان أحمد أيوب المدرب العام اللي قاد تدريبات الفريق النهاردة نظرا لسفر الكابتن حسام البدري في أجازة قصيرة إلى كندا، أيوب قال أنه رغم وجود العديد من الصعوبات في هذه المجموعة في دوري الأبطال، لكن نحن لا نقلل من عزيمة اللاعبين والجهاز الفني، وبنأكد على أنه هدفنا هو في هذه البطولة تحقيق اللقب، وبإذن الله تعالى الأهلي يكون قادر يجتاز هذه المطبات في المجموعة. وقال أيوب مفيش مجموعة صعبة ومجموعة سهلة، الأهلي بيلعب مع كل الفرق باحترام شديد وبهدف واحد. هو ده الكلام. انت جاي عايز تبقى بطل، هتقعد تقول مجموعة صعبة ومجموعة سهلة؟ صح. طبعا قال ان ضربة البداية كون انها تبدأ ضربة البداية في القاهرة امام الترجي، بيقول دي مسألة مهمة جدا، الترجي المنافس القوي المباشر للأهلي في البطولة، لما تجيبه لك القرعة في اول مباراة ويكون هنا في القاهرة كمان، دي مسألة مهمة جدا، والفوز بيها بإذن الله من شأنه تحقيق دفعة معنوية قوية للفريق في البطولة. الاهتمام بهذه الانطلاقة للأهلي، يمكن غلاف مجلة الأهلي في العدد الأسبوعي اللي موجود في السوق خصص بالكامل للحديث عن أفراح الأهلي، أفراح الأهلي بكل ما فيها من معاني الفخر والزهو. كابتن محمود الخطيب وهو يقبل رأس أحد كباتن الأهلي الكبار كابتن سيد مصطفى، سيد مصطفى كرة طايرة، في الكرة الطايرة ظروفه الصحية أقعدته، شوف سعادة الدكتور طه إسماعيل وهو بيتأمله يشهد هذا المظهر خلفه. فعلا هي دي عظمة النادي الأهلي، عظمة النادي الأهلي إنه رئيس النادي يكون حريص على تكريم هؤلاء الكباتن الكبار وإحساسهم أو إشعارهم بأنه الأهلي ما بينساش عطائهم أبدا، وحريص على تكريمهم بكل معاني الوفاء والتقدير.
العدد يتحدث عن أفراح الأهلي في بقية البطولات. الأهلي ما شاء الله ينطلق بقوة كمان. احنا بنتكلم فريق الكرة كرة السلة الرجال ياخد كاس مصر بعد البنات ما خدوا كاس مصر. والاثنين قدام سبورتنج. وانت بتلعب يمكن تاني او تالت سنة ضد سبورتنج في الفاينل. اه. فالسنة دي انا اتفرجت على المباراة المعادة النهاردة. ايه ده؟ ايه الدراما اللي في اخر ثلاث دقايق دي؟ ايه ده؟ بنفس سيناريو البنات على فكرة. مش ممكن. اه. يعني دراما فظيعة جدا وتحسب عليك تكنيكال فاول يقلب الماتش. ستة بونت في ثانية وانت متقدم تخسر ثلاثة بونت وبعدين تروح مضيع ضربتين فري شوت وبعدين يعني دراما عالية جدا. لكن في النهاية لما بتلاقي نتيجة 72-69 ده معناه ايه؟ معناه ان الفرقتين عملوا ماتش كويس ماشي خمسينات وكده يعني. يعني خلاص الاهلي حسم الدوري فالجرايد هتركز مع الاهلي وانت في الاحاديث الموسميه بقى بس انت هنبدا في الاحاديث الموسميه الشروق القايمه مين هيمشي مين هيقعد مين هيجي الفلوس العقود المسبحه المسبحه والمسبحه كمان هتشوفوا تذمر تمرد كل المفردات بتاعه الخمسين دي رياح الخمسين اللي بتهب على الجرايد غضب ازياء الشروق قالت مليون جنيه راتب البدري الجديد مع الاهلي الحقيقه برافو عليهم قعدنا نخبي في الرقم ده بس عرفوه نعمل ايه طيب بقى ها ده كلام النبي ده طيب طب والله العظيم انا ما اعرف الراتب كام ايه رايك بقى الوطن قالت في خمس شروط للبدري يعني خلاص الشروط بالنسبه لها القضيه قضيه فلوس وان في مليون جنيه مرتب البدري فيقعد لكن الوطن قالت لا في شروط في خمس شروط للبدري عشان يجدد عقده مع الاهلي خمس شروط مره واحده خمسه إيه هم بقى؟ اول حاجه المدير الفني بيطلب عدم التفريط في الثلاثي الاجنبي لا جونيور اجاييه ولا علي معلول ولا وليد ازارو يمشوا سامع يا باشمهندس ما تمشيش حد من التلاتة يعني هو دي شروط ما انا اللعيبه موجوده هكمل لك بقيه الشروط التعاقد مع الثلاث لعيبه فورا عودة مؤمن زكريا ورفض عودة الشيخ يعني هو دلوقتي في ده كلام يتقال الا لمجرد استفزاز اللعيب رفض عودة الشيخ الشيخ اعارته لسه مستمره انا اقول ايه وقبليها الاسبوع الماضي قالوا عودة صالح جمعه طالب عودة صالح جمعه وبعدين عودة ناصر ماهر خلاص ما هو لسه يعني استنى لما اشوف مين اللي هيرجع لكن رفض فلان برفضه ليه؟ هو الراجل معار بره يعني ايه رفض عوده الشيخ؟ حد طرح انه الشيخ يرجع؟ وافرض كمل الموسم بشكل كويس ما هو لازما ليه ليه يعني انا مش عايز اقول البواخه في الكلمه اللي تضايق اللعيب يعني الاهرام قالت ان حسام البدري قال ان انا مش محتاج مهاجم وان انا رافض قائمه ال 30 وده يعني فعلا صدر عن الكابتن حسام سمعته اكتر من مره بيتكلم على انه قائمه ال 30 بتخلق زحمه في الملعب في التمرين وانه لو 25 يبقى التركيز ما افضل نقطه ما تقيدش 30 ده اوبشن انت بتاخده لو احتاجته لكن ما حدش بيقول لك لو قيدت 28 تبقى انت مش قانوني يعني ما بس انا يعني في الحته دي الثابت دايما ان احنا كنا بنقول الانديه المصريه اللي بتشارك في البطولات الافريقيه بتنافس في افريقيا بقائمه ال 30 لاعب. فالافضل القيد المحلي 30. وعندك ناشئين طالعين خاصه مع استمرار مسابقه 97. هي دي النقطه حط خمسه ناشئين من اللي طالعين. فاصبح دلوقتي ما دام بطوله 97 موجوده مفيش داعي لل 30 انا رايي الشخصي المساله محتاجه دراسه فنيه مش وجهات نظر فرديه وبعدين معلش احنا يا ابراهيم انت ما تاخد 30 وتعير اللي انت عايزه مثلا ما فيش هو برشلونه عنده 25 لعيب عنده يجي 60 لعيب بيعير ده وبيعير ده يعني انما انك انت تستثمر في لعيبتك هو ده انك انت ما مشوش ببلاش بس
فانا الصح اللي فيه المصلحه العامه سواء للكره المصريه او للنادي الاهلي ان الامر يدير الصح. انا مع حسام في حاجه الصح. لو في زحمه في الملعب نتيجه مرن العدد اللي انت عايزه والباقي اطلب اعارته، وده اللي حصل. خلي بالك ما هو ده اللي حصل، انت حققت مليون هدف في الشتاء. يعني انت مع ال 30؟ مع ال 30، وانا بقى اشوف رؤيتي. اتصرف براحتك، اتصرف براحتك. طلع خمسه من اللي انت خايف تفرط فيهم او من اللي طالعين دول ومتردد، خدهم عندك، وبعدين تعالى في الشتاء طلع منهم ناس، بعد احجز واحد او اثنين والباقي يطلع اعاره. يعني هيبقى عندك مرونه. ويجي لك نادي تاني يقول لك ايه، طب انا ممكن ما اعرفش اعير لعيبتي، طب ما تسجلش 30، ما بتسجل، ما تسجل 20 ولا 25. اقدر اقول ايه هنا بقى؟ انت في فرق ان ده حقي وان انا استخدمه. بالظبط، استخدمه بالطريقه اللي فيها مصلحتك. بالظبط، بس بالظبط. سواء بقى كده ايا كان وجهه نظر الكابتن حسام البدري، وجهه نظر الشخصيه المتواضعه، يدرس الامر فنيا من قبل مسؤول اتحاد الكوره، بحيث ان هو لا يبقى بيلبي رغبه مدرب ولا يسمع لراي نادي ولا يتنازل عن حاجه ممكن تكون ده الصح. فنيا يدرس ايه اللي ممكن يكون احسن. هل الانديه يعني، طب ما نشوف النادي المصري، الاهلي عنده فرقه 97 عناصر كويسه، عدد كبير منهم في الفريق الاول، فاستمرار مسابقه الشباب لمواليد 97 حل للمشكله مرحليا. اول ما تتلغي ما عندك مشكله، اول ما تتلغي بقى هتقول عايزها 30. بالظبط، اول ما هتتلغي هتلاقي كريم ندفت واكرم توفيق وناصر ماهر و عدد كبير، عدد يعني كبير منهم، والحناوي، وخد كل دول اللي موجودين دلوقتي ومعاك في الفريق الاول ومسجلين تحت السن، لما يطلعوا لك فوق السن هتقول لا عايز 30. فانا رايي عشان نستقر على رؤيه فنيه اذا كانت واحدة افريقيا ب 30 تبقى تدير صح. وانا طيب، انا ارفض امرن 30، ده موضوع من حقي تماما يعني. الاهلي بيفاوض المصري اليوم، الاهلي بيفاوض مدافع الاسماعيلي والبدري بيرفض السعيد. السعيد اللي هو عمر السعيد مهاجم وادي دجله. قالت المصري اليوم ان اتفق الكابتن حسام البدري على عدم التعاقد معاه، هو تاني هداف الدوري، اشار انه في غنى عن ضم اي مهاجم في ظل تألق وليد ازار وعوده مروان محسن بالاضافه الى صلاح محسن. الشق الهجومي هنا مكتمل، لكن المصري اليوم بتقول انه حسام البدري طالب التجديد، تجديد المفاوضات مع محمود المتولي مدافع الاسماعيلي. ولا يفتى وانت قاعد متهيألي يعني. فعلا بنفاوض ببيع ميه في حاره يعني تفتكر ان انا ببيع ميه في حاره السقايين هتكلم في حاجه زي كده؟ يعني مش معقوله يعني الفكره كلها ابراهيم. بس انا وانا بنطق الاسم كنت للاسف بصص في الورقه، كان لازم انا ابص اشوف ملامح رد الفعل عندك عامله ازاي. اسال الجمهور، انا عايز المخرج يبقى يعمل كلوز عليك الناس تقرا ملامح وشك وانت بتسمع الاسم. ارجو ان احنا نتوقف يعني، مش احنا، مش هتقدر تقول للاعلام ما تهتموش، لكن انا بقول للجمهور مش كل ما يكتب يؤخذ محمل انك انت تناقشه بشكل يعني كانه حقائق ثابته. طب انما هي تكهنات، تكهنات فيها قدر من المنطقيه. لم كل ده واضربه في الخلاط بتاع الاهرام المسائي، مذبحه في الاهلي. ما انا بقول لك كله بقى. لجنه الكره تترقب تقرير البدري لتحديد قائمه ال 25، وعوده المعارين صعبه، اربعه لاعبين على الاقل ينتظرون الرحيل، وازمه في مواليد 97. يعني لا يزال الاتجاه السائد في الاهلي يدور يعني حول استمرار حول استمرار اعاره عمرو بركات وحسين السيد وصالح جمعه. يا جماعه ده معظم الاعارات دي سنه ونص يا اخوانا، هما اصلا معارين، انت لو عايز ترجعهم هتدفع فلوس. الاصل في المساله الاعاره موسم ونص موسم، فمش معنى استمرارهم يعني الاهلي رفضهم، ده الاهلي لما جه يعيرهم معظمهم سنه ونص مش كده؟ طبعا. فبالتالي ارجوكم عشان تكتمل بس المعلومه الصح، هو كده هم معارين للسنه الجايه كمان، ربما يحتاج لاعب او اثنين او ما يحتاجش او يحتاجهم كلهم. في اتفاق ان اللي يحتاجه يقدر يطلبه، اللي يحتاجه للبيت يحرم على الجامع. اذا احتاجه الاهلي هيجيبه من السعوديه، اذا ما احتاجهوش هيكمل مده الاعاره. فمش معنى انه استكمال مده الاعاره انه حسام البدري رافضه.
بالإضافة إلى أنه لا تتوقف معاناة الأهلي عند حد أزمة قائمة الخمسة وعشرين، بل تمتد إلى قائمة الخمسة لمواليد 97-98، حيث يملك الأهلي في صفوفه حاليا 4 لاعبين بيتمرنوا مع الفريق الأول، أكرم توفيق وأحمد حمدي وكريم ندفت وصلاح محسن. ينضم لهم مجموعة أخرى من المعارين في أندية أخرى زي ناصر ماهر ومحمد عضل وعمر رضوان ومحمد الغندور، وباتت كل الطرق تؤدي داخل القلعة الحمراء إلى مذبحة لن تقل عن 5 نجوم على الأقل. سيجري الموافقة لهم على الرحيل بجانب الثنائي عبد الله السعيد المعروض للبيع وحسام غالي المنتظر اعتزاله. والكلام على مذبحة للناس المعارين، بس خلاص، ما لما تعرف انه كده كده الاعارات ممتدة سنة ونص يبقى كل الكلام ده. وليه مذبحة؟ ليه كلمة تقيلة قوي دي؟ وبعدين الخمسة ايه بتوع 97 يعني؟ ما هي مسابقة 97 مستمرة، يعني دور الشباب مستمر. دي المشكلة بقى. ما عندكش بص، لابد من وضع حلول عادلة في موضوع مسابقات الناشئين. انا ما اصرفش على قطاع الناشئين 15 ولا 20 مليون جنيه عشان اسيب لعيبتي باستمرار ببلاش. انا لو اللعيب هرب مني يا استاذ ابراهيم بره لانه مش متعاقد معايا فبيهرب. زي كوكا، زي عبد القادر ده اللي كان عندنا وكده. بتاخد عليه تعويض. تقدر تطلب education right، حق التربيه، حق التعليم. في حين ان انت من غير حاجه اللعيب يخلص عقده او يخلص مرحلته السنيه يبقى فري، ما تاخدش منه ولا مليم. مع ان ايه ليه يبقى له حق تعليم او education right بره وما يبقالوش حق تعليم جوه؟ طلبنا مرارا والناس كلها مقتنعه لكن مش عايزه تنفذ في اتحاد الكوره. زي ما حدش في يعني مش كل واحد مقتنع بينفذ، زي بالظبط النغمه اللي دايما تتردد، الاهلي بيفرغ الانديه من نجومها، الاهلي هو السبب في اضعاف الانديه الثانيه، الاهلي بيفضل الشراء من بره وبيرمي لعيبته، قطاع الناشئين في الاهلي فاشل، الاهلي بيعتمد على الاستيراد، الاهلي ما عادش بيطلع مواهب. كل الكلام ده بتسمعوه ودايما ملتصق بالاهلي، بس صدقوني احنا ما بنعملش حاجه غير البغبغانيه، تكرار الكلام على طول ومحدش بيستوقفه اي كلام بيتقال. الاهلي بالمناسبه عدد الصفقات اللي بيضمها اقل بكتير جدا من اللي الزمالك على سبيل المثال كمنافس مباشر بيضمه. في السنوات الاخيره هتلاقي الزمالك اعلى بكتير جدا من الاهلي في ضم اللعيبه. كتير كتير، الفرق كبير جدا. بس مش دي الفكره، هو انتوا عايزينها احتراف ولا مش عايزين احتراف؟ لما الاهلي يستخدم حقه كنادي محترف في ضم اللعيبه يبقى بيخرب وبيدمر وبيخطف اللعيبه. ولما الزمالك ايضا كمنافس مباشر يضم لعيبه يبقى بيدعم وبيعقد صفقات وبرافو وهايل وبيبنوا. وبعدين بيقولوا بالاسم الزمالك يحصل على افضل لعيبه في مصر، بس ما بيفرغش الانديه. ايوه، وهو ما بيفرغش حد. وبعدين احسن لعيبه يعني في مصر هو بيفرغ. مرتي لا يعني ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. افضل عناصر مرشحه مصعده، يعني مدبولي ده لازم تقول انه لعيب كويس جدا، من افضل لعيبه مصر. داوده كان من افضل الناس الماديه الموسيقى. انت اختيارات جيده لا يعنينا. صدقني الناس ديت ما زالت القياس عندها احسن لعيب بيرقص في مصر، مش احسن لعيب في مصر تكتيكي. ما انت دي النقطه. انت ممكن ده يتحول الى افضل لاعب في مصر باداء تكتيكي يوصله للمنتخب، لكن اللي انا عايز اقوله مش ده كمان. بالاضافه دي سيبك من تقييم اللعيبه اللي بيختارها الاهلي والزمالك، كل جهاز فني هو حر. أنا بتكلم على إنك أنت لما 14-15 الزمالك كسب الدوري غير تقريبا الفريق بالكامل تقريبا. صح ولا لا؟ أيوة أيوة. يجي 16 صفقة. صحيح. السنة اللي وراها تقريبا غير الفريق بالكامل، السنة اللي وراها غير 70% من الفريق أو تقريبا الفريق بالكامل. هل ده يدعونا إن احنا ننتقد الزمالك؟ هذه رؤيته، هذه رؤيته، رؤيته وفلوسه وفرقته. انما ما ينفعش الهجوم، انما ممكن تقول ده كتير، ده شويه المحللين بقى يقولوا كلام. ايوه المحللين.
انما احنا بقى احنا اللي يعنينا احنا بس. سيبنا كمل كلامي لان انا مش بصدد تقييم الزمالك. اللي بيزعجك انك انت تبقى ماشي صح وتختار صح وبتوصل بتجيب بطولات ها وتحصل على الانتقادات، والاهلي يشاد به في كل بطوله يحصل عليها. شوف الاداره، شوف الاستقرار، شوف الوعي، شوف الحقوق، شوف تبص تلاقيه على طول، شوف المذبحة، شوف السطوات، شوف الـ الـ شوف الافتراء، شوف التفريغ، شوف الافتراء، شوف التفريغ، شوف الخطف. الله، في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ انا بجيب لعيبه بحقق اهداف ولا ما بحققش اهداف؟ بدي المنتخب اكبر عدد من اللعيبه ولا ما بديش المنتخب اكبر عدد من اللعيبه؟ بخرج بره مصر اكبر عدد من المحترفين ولا ما بخرجش؟ ده كل الحاجات اللي الناس بتطلبها بيعملها الاهلي. بينتقد على ايه يا استاذ ابراهيم؟ مش عارف. شوف انا ممكن افهم ان الانتقادات تيجي من ناس واخده على اللبلب، على تكرار الكلام وخلاص، بدون او بتريح نفسها، بدون حتى يعني او بتريح نفسها او عندها غرض. لكنه الحقيقه انا يعني بيستوقفني دايما انه حاجات زي كده تطلع من مدربين كبار او من محللين كبار، مع ان الحصول على المعلومات دلوقتي بالضغط على الزر سهل جدا ان انت في اي وقت عبر هذه الشبكه العنكبوتيه تطلع كل المعلومات اللي انت عايزها من اول ما اتقال يا كوره في مصر. ده موجود ومتوفر وما عادش صعب، اوعيه المعلومات بقت سهله ومتاحه للجميع. فبالتالي الاستناد او استناد مدربين كبار ومحللين كبار على معلومات غلط او على كلام سماعي يتقال بين الشارع امر ما بيبقاش دقيق ابدا وما بيبقاش صح وما ينفعش يتبني عليه كمان، لانه الشباب الصغير اللي في السوشيال ميديا كتير لما الواحد بيقرا الناس منهم كتير لا في رؤى سليمه جدا وفي وبيبتعدوا يعرفوا المعلومات جميل طبعا، وفي نظره تحليليه مقارنه وفي حلوه وفي اجتهاد واضح وفي منهج علمي سليم. كل دي بجد بشوفها عند شباب على السوشيال ميديا كتير جدا، حاجه مبشره جدا. فاتمنى انه الساده المحللين أو بعضهم وبعض السادة الكبار المدربين وليهم كل القيمة يدققوا شوية قبل ما يرددوا الكلام السماع اللي بيتقال، لأنه لما يتقال إن الأهلي ما عادش فيه ولا واحد من ولاده ألاقي الحقيقة بتقول عكس كده خالص. ألاقي الحقيقة عكس مين اللي بيقول كده يا استاذ؟ كلام كتير بيتكرر بعد إذنك. ألاقي الأهلي قيمته الحالية قيمة ال 30 اللي بدأ بيها الموسم أكتر من يعني الأهلي كان 10 لعيبه فوق السن من ولاده، 3 لعيبه تحت السن من ولاده. لما الاقي ايمن اشرف ومحمد هاني ورامي ربيعه وسعد الدين سمير، والاقي شريف اكرامي ومحمد الشناوي، وبدا معاه الموسم احمد عادل عبد المنعم، يعني الثلاث حراس من ابناء مدرسه الكوره في الاهلي. ثم اضيف علي لطفي في القيد الثاني مكان احمد عادل. الاقي حسام غالي وهشام محمد وحسام عاشور واسلام محارب. الاقي احمد حمدي واحمد ياسر ريان وكريم وليد، كريم ندفت. طب انت عايز ايه؟ بضديها تعرف الاشياء. الزمالك قيمته فيها 4 بس من الزمالك، يعني الاهلي عنده 10 و3 13 محدش واخد باله، وبرضه هيتقال. ما هو الاهلي بيسيب اسلام محارب ويسيب ايمن اشرف ويسيب معرفش مين ويرجع يشتريهم. رأيي صح، انت معاك حق. لا مش عندوش حق. لا انت معاك حق، ما عندوش. خلينا نكمل الجمله، ولكن وقت ما ده مشي تعال بص لي في مركزه كان فيه مين. لما الاهلي جه يسيب مؤمن زكريا فاضل سيادتك بين مؤمن زكريا وقتها ولسه طالع ما اكتملش لا خبره ولا ثقه، في وجود ابو تريكه وبركات وعباد متعب وفلافيو والجيل الذهبي التقيل جدا، وقتها كان القيد 25، كان يحصل ايه؟ ممكن تنتقل. لو انت سامح لي باعاره ابقى غلطان لو ما استخدمتش حقي في الاعاره. يعني الاهلي لما كان عنده حق الاعاره اللي الناس اصواتها بحت علشان اول نادي اعار عنده، اعار عدد كبير من اللعيبه، وادي بيجني الثمار. كريم ندفد نجح ورجع، ناصر ماهر ماشي كويس جدا وهيرجع ان شاء الله ويكون حاجه كبيره قوي قوي، ده ثمره الاعاره. لكن انت ما كنتش عامل لي اعاره،
فبلاقي المكان فيه زحمه، اسلام محارب بيطلع، ايمن اشرف بيطلع، هشام محمد بيطلع. ولما بياخد الفرصه ده عودته تحسب ليا مش عليا. عودته معناها انه الناس اللي في قطاع الناشئين اشتغلت صح وطلعت عناصر فعلا تستحق تمثل الاهلي او تنجح في تجاربها اللي بره. فلما يرجعوا اتمنى انه النظام العام يكون سامح بمساله الاعارات ومساله احتفاظك باللاعب، زي ما المهندس عدلي اشار ان انت تصرف كل الصرف ده على لعيبتك ويجي عند الخيط في الدرجه الاولى تبقى مضطر تسيبهم ببلاش. لا، لو في نظام اعاره بيكفل لكل نادي، كل نادي بلاش الاهلي، لانه الحقيقه الاهلي دمه تقيل على قلبهم شويه. اول ما حاجه فيها مصلحه الاهلي العكس هيتعمل على طول. فاتمنى انه يكون النظره نظره المصلحه العامه ايه؟ زي ما في نادي بيصرف كل هذا الانفاق على قطاع الناشئين وعناصره يقدر يعيرهم، يقدر يستخدمهم في وقت لاحق. فالمقارنه بين اللعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك من يعني في 13 في مقابل 4، ما اعتقدش ابدا الاربعه بقت اكتر من ال 13 ولا ايه؟ الأربعة لو من العيار الطويل يبقى أهم من 13 مش لينا. لكن هي الفكرة كل اللي أنت بتقوله ده بتقوله عشان توضح إن اللي بيكتب له هدف آخر غير الحقيقة، واللي بيقول أو يعني اللي بيردد الذي يثير هذه الأمور يا إما بيثيرها بدون تعمق بانطباع أو بيثيرها وهو عارف إن هو بيعمل ايه يعني؟ من غير ما ياخد باله ان التشكيل الاساسي للزمالك ما فيهوش من ابناء الزمالك اللي حازم امام فقط. هيجي يقول لك انا بتكلم على الاهلي. دي المشكله. صحيح. طيب. نتائج قطاع الناشئين اللي محتاج كتير من الشغل عشان ما نبرقش بس انه اذا كنا بنتكلم على الثمار السابقه، لا، مؤكد انه القطاع في مردوده في السنتين ثلاثه الاخرى لا عايز شغل كتير ان شاء الله. فريق الاهلي مواليد 2002 فاز على وادي دجله في التجمع الخامس ضمن منافسات الجوله ال 13 للدوري دوري القطاعات. الاهلي كان حقق الفوز في الجولتين الماضيتين على مركز شباب طوخ 8-1 وعلى شبلينجه 4-1. أهلي 2002 بيتصدر حاليا دوري القطاعات وعنده 31 نقطة. أنهى الأهلي الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة وهو في المركز الأول ب 19 نقطة عشان يدخل دوري القطاعات، والفريق بيقوده الكابتن تامر حفني. الكابتن مدحت طه إسماعيل مدرب ناشئ الأهلي مواليد 97 منح اللعيبة راحة النهاردة وبكرة إن شاء الله. كان الفريق تعادل مع الأسيوطي 0-0 في الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية وهيلعب الماتش الجاي أنا عايز مع أقول حاجة هنا الاتحاد يوم الأربعاء. بالنسبة لفريق 97 هتلاحظ إن دايما نتائج الفريق التالي للفريق الأول ما يعني نادرا ما يحقق البطولة. وله سبب منطقي من أول ما انتهجنا سياسة الإعارة، لأن ألمع نجومه معارين. ألمع نجومه معارين. فأنت طبعا ال اللعيبه يعني اللي موجوده بتجتهد لانه بيكمل من المراحل السنيه الاصغر من سن او صفقات جديده في الشتاء. فلما يوصل ان هو يبقى فريق بينافس دي حاجه جيده، لان الهدف من هذا الفريق بالظبط وبالذات انه مدك بالنجوم للفريق الاول. خاصه خلاص هتلاقي 2001 و2002 اكتساح. ده ظل الفريق الاول. يعني بعد كده اقول لك مواليد 2001 الاهلي الاول برضه فرق 19 نقطة بينه وبين الزمالك الثاني. عايز تكمل جولة الناشئين؟ واستنى بس، ده بيعمل حالة، ده بيقتبس، ده متقمص. 2001 لو كسب الماتش الجاي هيكسب البطولة وبقى له 7 ماتشات على نهج الفريق الأول. 19 نقطة فرق عن الزمالك. بالظبط، بقول لك على نهج الفريق الأول. ده بيمرن الفريق هيفوز بالبطولة شرق. قبل نهاية المسابقة بست مباريات لو فاز في المباراة بتاعة بكرة. الدكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين انتهى من إجراء التقييم الثاني للاعبي مدرسة الكورة خلال هذا الأسبوع. التقييم شمل أو جه من خلال إقامة مباريات لفرق المدرسة
امام فرق خارجيه على ملاعب الناشئين. الدكتور عمرو اجرى تقييم مطلع الاسبوع الحالي، كان معاه الكابتن محمود صالح مساعد مدير القطاع ومدربي فرق البراعم. اللعيبه خضعت لاختبارات مهاريه وبدنيه خلال التقييم للوقوف على المستوى الفردي لكل العناصر اللي موجوده. دي بعض اخبار قطاع الناشئين. بس الاهلي مش كوره بس، لان الحقيقه بطولات الاهلي في مختلف الالعاب حاجه تدعو فعلا للسعاده والفرحه بانه فعلا كل فريق بيمثل الاهلي مدرك كويس قوي انه الهدف الاساسي انه يحقق بطوله. اللجنه المنظمه لبطوله افريقيا لكره اليد للانديه ابطال الكؤوس رقم 34 للرجال برئاسه الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره وصلت الترتيب لاجراء مراسم قرعه البطولتين اللي هتكون الساعه 7، لان البطولتين اللي هينظمهم الاهلي لليد رجال وسيدات. الترتيب لاجراء مراسم القرعه الساعه 7 مساء يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في الجزيره. تم توجيه الدعوه الى الكابتن مدحت البلتاجي النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي ودعوه الساده سفراء الدول اللي بتشارك انديتهم في البطوله. البطولتين هينطلقوا في صاله النادي الاهلي يوم 13 ابريل اللي جاي. هيشارك في بطوله الرجاله 16 فرقه، الاهلي وهليوبلس من مصر ووداد سماره من المغرب والنجم الساحل التونسي وسليناز فينيكس الجابوني والاتحاد والنصر من ليبيا وانتر كلاب الكونغولي واي اس مينو وفاب الكاميروني وجي اس كي جي الكونغولي الديمقراطي، ريد ستار الايفواري، كيركوس ساب سيتي وكرنباتا دورام الاثيوبي. بطوله السيدات بتشارك فيها 10 فرق، الاهلي بريمير جي اجستو بترو اتلتيكو من انغولا واستاد مانجي من الجابون وكارا وابو سبورت من الكونغو وفابو ديناميك دي ديبو الكاميروني واتس هيربتاج الكونغول الديمقراطي هابيتات اتش بي اس الايفواري. اهم حاجه دلوقتي ان طبعا كل سنه المشاهدين حفظوا الاسماء دي ورانا. الاهلي بيحمل لقب بطوله افريقيا ابطال الكؤوس لكره اليد بعد ما كان توج بيه في اغادير في المغرب، بينما فريق بريمير اجوست دي اجوست الانغولي بيحمل لقب السيدات. مصطفى عسل بقى لاعب الاهلي للاسكواش فاز ببطولتي الجمهوريه تحت 17 و19 سنه. واضح موهبته يعني الواضحه يعني. يعني بصوا فاز ببطولتين 17 و19 اللي فوق ايه؟ وهو عنده 16 سنه. جميل. يعني هو اصلا 16 فاز ب 17 وفاز ب 19. فمصطفى عسل من العناصر اللي بينتظرها مستقبل كبير ان شاء الله. البطوله اتلعبت من 14 ل 21 مارس في التجمع الخامس. نور مجاهد لاعبه الاهلي للسكواش جاءت في المركز الثاني تحت 13 سنه. رجاله الكره الطايره اللي بيستعدوا ان شاء الله لبطوله افريقيا بداوا رحله العوده من بولندا بعد المعسكر اللي استمر 10 ايام اللي بيستعد فيه الاهلي للبطوله اللي هتتلعب من 25 مارس الى 6 ابريل. ده هيبقى يوم ايه 25 مارس ده؟ 25 مارس لا يوم ايه؟ يوم ايه؟ اثنين ولا خميس؟ لا لا مش لا اثنين ولا خميس، هيطلعونا متاخر. ده بعد بكره. لا لا احنا حظنا واقع في البنات مش في الولاد. يعني مباريات البنات بعد ما كانت الطايره ثم الباسكت هما اللي كانوا بيأخروا. ملك وكتابه كانوا تقريبا متعمدين الاثنين والخميس. لكن الحقيقه ايه رايك انه يوم اثنين؟ برضه؟ ما النهارده 22. النهارده احنا خميس، 23 جمعه، 24 سبت، 25 حد. بس ما هيبقى في ماتشات يوميا بقى. وبعدين الانتخابات الرئاسه الاثنين والثلاث والاربع. ايوه. طيب احمد اسامه واحد من شباب الاهلي الناشطين في السوشيال ميديا، ولما بقول لكم في ناس احترفت الهوايه من فرط الموهبة ومن فرط الحماس ومن شدة الانتماء احترفوا الهواية، فبقت هوايتهم مش بس انه يشجع الاهلي، مش بس انه يحب الاهلي، لا ده احترف هذا الانتماء ومارس هذا الحب بشكل مهني متميز. الحقيقة احمد اسامة احنا عرضنا له قبل كده اكتر من فيديو بيفند بيه يمكن رد على فكرة نادي القرن وازاي بيقدر يتفاعل
وعامل قذائف أسامة في السوشيال ميديا، وإزاي بيقدر فعلا يدافع بشكل ممكن تكون المعلومات والأسانيد من إنتاج ملك وكتابة، ما هو أو المنطق إيه؟ بتاعنا، ما هو شوف، وده يسعدنا طبعا، لأن إحنا من سنة نوهنا إلى أهمية هذا الشباب وقلنا شوية أسماء، قلنا أسامة وقيش وشريف وفارس جمعة وفارس و شريف جمعة لا وكريم يعني وكريم رزق الله وكريم رزق الله قلنا وغيرهم، وقلنا ان الشباب ده ومحمد عدل ومحمد عدل محمد عدل ما شاء الله يعني انت بتاخد له ساعات حاجات باللي بيكتبها ما شاء الله بيكتب عندك في شباب عايز يركز وعايز يدافع عن النادي الاهلي بمنطق وروح رياضيه وبدون دخول في مهاترات وملاسنات ولا انطباعات. انت بتقول انا بقول لك بالحقيقه اهو، تعال رد عليا بالحجه. فانا قلت ان الدور الاساسي لينا طالما ان مفيش خطه محطوطه لاستيعاب هؤلاء فلينطلقوا من ملك وكتاب. بالظبط. قدمنا قيشو، قدمنا كريم مره، وقدمنا قبل كده مش عارف قدمنا شريف ولا لا. وقدمنا احمد اسامه ودي تاني مره، وقدمنا محمد فارس مره كده عرفتك عليه وبعت لك حاجه على الجورنال هو محمد صحيح. القيعي انت فاللي عايز اقوله ايه؟ هذا توجه يا جماعه يا شباب هذا توجه مفيش حكر لحد، هي صدفه بس ان اسامه اعتنى بقضيتين واتكلم فيهم ورد على حد واعتقد انه ردود موضوعيه جدا غير قابله للجدل. انا عايزكم تتباروا وتعتبروا عندكم منبر هنا في ملك وكتابه تقدموا نفسكم فيه. ملك وكتابه منهجه زي ما قلنا لكم الاول، ولذلك احنا سعداء انه في شباب مثقف واعي متعلم منتمي محب فاهم وعنده استعداد لتبني نفس المنهج، المنهج السليم القائم على رد موثق، القائم على منطق، القائم على احترام المتلقي، والبعيد تماما عن اي اسفاف او والحقيقة مرتبط او اي تجريح، مرتبط بقناعاتنا وبتوجهنا بستايلنا. بالظبط، لانه ما دمت تملك المنطق ما انتش محتاج لا تغلط ولا تجرح. بالظبط، عندما تعجز هتجرح. صدقني التجريح والاساءة سلاح الفاشل العاجز اللي ما عندوش لا معلومة ولا منطق، فهي هلفط. احمد اسامة واحد من الشباب اللي عنده منطق، يمكن خارج من نفس الحضانة بتاعت ملك وكتابة متبني نفس المنهج، فحب يرد على ربط الناس او بعض الناس في قضية عبد الله السعيد بمبادئ الاهلي وتقاليده. نشوف احمد اسامة عرضه للموضوع ازاي. السعيد ومبادئ النادي الاهلي والقرار التربوي اللي اتخذه كابتن محمود الخطيب بعرض عبد الله السعيد اهم لاعب في مصر عشان نفتح القوس. اهلا بحضراتكم من جديد وكل الترجي الاميره يا اهلي. الاهلي زي ما قلنا لكم من البدايه ما بيلحقش يفرح، لسه ما احتفلش بالدوري، لسه ما نظمش احتفالية كبيرة بالنجمة الرابعة بإذن الله. هتلاقوا في مباراة من الوزن الثقيل الأهلي بيخطط لها احتفالا بهذا الإنجاز الكبير، إنه فريق ياخد الدوري 40 مرة، فإن شاء الله هتلاقوا فيها احتفائية كبيرة تليق بحجم الإنجاز الكبير اللي تحقق في الحصول على النجمة الرابعة. لكن الأهلي لم يفرغ بعد من هذا الإنجاز، وحتى البطولة لم تنتهي بعد بطولة الدوري، ودخل سريعا في مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا. القرعة اللي انتوا تابعتوها امبارح اللي دي بعض المشاهد منها، كابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيحضر حفل توقيع القرعة، حطت الأهلي في المجموعة الأولى. ال 16 نادي تقسموا إلى أربع مجموعات، هيصعد أول وتاني كل مجموعة. الأهلي معاه تاون تشيب رولرز البوتسواني، وكمبالا سيتي الاوغندي، والترجي الرياضي التونسي. إذن الاهلي والترجي هما فرس الرهان في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه يا باشمهندس، مازيمبي لقى نفسه في ملقف عربي، ملقف بجد بقى.
محصور بين ثلاث فرق عربيه، مازيمبي الكونغولي العتيد العريق، معاه الدفاع الحسني المغربي النادي الاصلي لوليد ازارو، ومعاه مولوديه الجزائر وسطيف الجزائري. يعني كفايه المولوديه وفاق سطيف ومعاهم الدفاع الحسني المغربي، الثلاث انديه معاهم. هي دي مازيمبي الكونغولي مجموعه صعبه فعلا. المجموعه الثالثه فيها توجو بورت التوجولي، الحريه كوناكري الغيني، سان داونز الجنوب افريقي، والوداد المغربي حامل اللقب. يعني الوداد كان على راس القايمه، على راس المجموعه، جه معاه سان داونز الاثنين فرس الرهان، وان كان الحريه كوناكري الغيني فريق قوي، وتوجو بورت التوجولي الفريق الرابع. محسومه المجموعه دي. يعني النجم الرياضي الساحلي التونسي بقى جه على راس المجموعه الرابعه، فتحط معاه اول اغسطس الانجولي، ومباني سوالز السوازيلندي، زيسكو يونايتد الزامبي، وطبعا يعني اول اغسطس الانجولي ده النادي اللي كان شغال فيه جيلبرتو اللي جاي ممثل ليه في القرعه، وقع مع النجم الساحلي جيلبرتو عشان يفتكر مع النجم الساحلي امجاد الاهلي مع فريق سوسه. هنشوف بقى قبل سحب القرعه، طبعا وجود جيلبرتو في حد ذاته اطفى على حفل القرعه، مداعبات لطيفه بينه وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبينه وبين مستر مانويل جوزيه اللي كان ضيف شرف حفل القرعه. نشوف سيد عبد الحفيظ وجيلبرتو، او جيلبرتو الاول وهو بيطمئن على سيد. اظن ان الاهلي سيسحب اولا. شوية سعيد ايزي لا تخاف يا سعيد. اوف علي الاهلي. هي سيد ات تنبأ بذلك وحصل ذلك، نادي الاهلي. سيداتي سادتي، نادي الاهلي سيكون في المركز الاول من المجموعه الاولى، ويلعبون المباراه الاولى. يوجد في كي سي سي اي وتاونشيب رولرز. الاهلي وترجي تواجها في ربع النهائي في السنه الماضيه. يعني جيلبرتو سحب ورقه الاهلي. وكان خايفين. طب نشوف سيد عبد الحفيظ رد عليه بايه بقى. انتهت ترتيب المجموعات والقرعه عشان تبدا التكهنات. مجموعه صعبه، مجموعه موت، مجموعه خفيفه، مجموعه محسومه، لكن من وجهه نظري كما يرى مسؤول الاهلي دائما ان كل المجموعات مش سهله. ليه؟ لان البطل لازم يكسب كل دول، امال هيبقى بطل ازاي؟ فمن اول دقيقه انت هتشتغل على اساس ان انت يعني بتقابل فرق مهمه. نقرا لكم المجاميع بقى عشان تبقى قدامكم. المجموعه الاولى كان ناقص كابتن سيد يقول لي جيلبرتو نشنت يا فالح. بيتك. حتى هو الاهلي. انديه الاهلي وتاونشيب رولرز بيتسواني
طبعا ده فريق مجهول، لا هنقدر نقول قوي ولا هنقدر نقول ضعيف ولا مجهول. كامبالا سيتي معروف من فرق فوق المتوسط، والترجي التونسي طبعا حدث ولا حرج. المجموعه الثانيه مازيمبي الكونغولي، الدفاع الحسن المغربي، مولوديه الجزائر والصيف الجزائري، ودي مجموعه يعني الله يكون في عون الاربع فرق. المجموعه الثالثه توجو بورتو التوجولي والحريه الغيني وسان داونز الجنوب افريقي والوداد المغربي، تكاد تكون محسومه من وجهه نظري لسان داونز والوداد. المجموعه الرابعه اول اغسطس، وده على فكره الفرقه دي اللي كسبناها في مصر 3-0 ورحنا خسرنا منها 3-0 وخرجنا بضربات الجزاء، وكانت اخر مباراه لا ده كان سانتوس، ده سانتوس لا 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 اول اغسطس، اول اغسطس دي 3-1 و4-2. لا يا حبيبي اول اغسطس احنا خرجنا من سانتوس ماتش. طب راجعوني ولو غلبني ابراهيم انا يعني حاسب بترو اتلتيكو اخر. لا يا سيدي لا مش دي يا جماعة. بص يا باشمهندس اللي خرجنا اخر مباراه. طيب استنى بس، ما انت قلت انا بسمع الاعداد دي سانتوس انما وقعت صح خلاص. ايوه ماشي ماشي وقعت 2001 بتاع ماليش دعوه ب 2001 او مانويل جوزيه ده كان بترو اتلتيكو مش اول اغسطس يا اخي لا انا بتكلم على اول اغسطس ماليش دعوه بترو اتلتيكو اول اغسطس ده انت بترو اتلتيكو ده انت تاهلت وخدت البطوله. ايوه طيب خسرت هنا 4-2 وخدت البطوله عشان كان في المجموعات والماتش ده انت شوف بقى السنه دي بما انك مش هطلع مش غالبك برضه في 2001 غلبنا بترو اتلتيكو 3-1 هناك وخسرنا 4-2 في مصر بعد ان تقدموا في ثلث ساعه 4-0. بسبب هذه المباراه اللي خسرناها احنا كسبنا بطوله افريقيا وكسبنا السوبر الافريقي كايزر تشيفز ولم يحصل وكسبنا جيلبرتو وافيلين ولا يمكن تسيبنا كمل كده هغلبك برضه قول. رغم ان احنا خدنا البطوله وخدنا بطوله السوبر ما خدناش افضل نادي في افريقيا بسبب هذه المباراه، رغم ان احنا غلبناهم هناك 3-1 وخسرنا 4-2 هنا، مين خد افضل نادي في افريقيا؟ بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو. طيب ما انا بقول لك طيب يعني فاكر دي فما تفكرنيش بيها، فاكرها بالتفاصيل. طيب مشوار الاهلي بقى بالتفصيل هتتعرفوا عليه واحنا بنقول لحضراتكم، لكنه الاهلي عشان نبقى في الصوره الدنيا هتمشي ازاي. عنده جود ستارت الحقيقه. عنده هيبدا في دور المجموعه بدايه كويسه جدا مع الترجي هنا. وليه دي بدايه كويسه؟ في حاله تركيزه وفي حاله لسه حسابات المجموعه صفر بين الجميع يبدا مع الترجي هنا. اذا البدايه القويه هي ديت اللي بتدي الدفعه المعنويه القويه. هيبدا الاهلي مع الترجي في القاهره 4 أو 5 أو 6 مايو. يعني في شهر 5 هيبدأ الأهلي هذا المشوار. ثم بعدها ب 10 أيام أو 11 يوم هيسافر أحد أيام 15 16 17 يسافر إلى غانا إلى أوغندا عشان يلاعب كامبالا سيتي. ده بداية شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. الجولة الثالثة لغاية كده هيتوقف ويستنى بعد كأس العالم. بعد كأس العالم وفي شهر يوليو 17 18 19 يوليو هيسافر الأهلي إلى بوتسوانا أو هيستضيف الأهلي الفريق البوتسواني هنا في القاهرة تاونشيب. هيستضيفه هنا يعني الأهلي الترجي هنا كامبالا سيتي بره ثم تاونشيب هنا ثم في الجولة الرابعة لا مباشرة بالعكس. يطلع لمواجهة تاونشيب في بوتسوانا. ده هيكون 27 28، يبقى شهر 7 ده شهر تاونشيب. وقتها هيلعب الاهلي معاه هنا ثم يسافر له. في الجوله الخامسه هيسافر الاهلي يلعب الترجي في تونس. هيكون في شهر اغسطس 17 18 19 اغسطس. ثم ختام المشوار هيكون مع كامبالا سيتي في القاهره يوم 28 أو 29 أغسطس إن شاء الله. يبقى الدنيا واضحة جدا بالنسبة لكم. رقم واحد الأهلي هيبدأ مع الترجي هنا
ثم يسافر لكامبالا سيتي ثم يتوقف. نرجع في كاس العالم او بعد كاس العالم في شهر 7 الاهلي هيلاعب الفريق البوتسواني رايح جاي، الاول هنا ثم يسافر له. نخلص من الفريق البوتسواني في شهر 7. في شهر 8 الاهلي هيستضيف الكامبالا سيتي او الترجي، الاهلي هيسافر للترجي ثم يرجع يستضيف كامبالا سيتي في الختام. اولها ترجي واخرها كامبالا سيتي، البدايه والختام في القاهره، وده في حد ذاته كويس. طبعا مفيش اعتبار هنا لو هيطلع اول المجموعه هيلاعب التاني مين. قلت لكم انه لاول مره هيبقى في قرعه جديده بين الانديه الثمانيه المتاهله. المهم تتاهل يا اول يا تاني. بالظبط. بعد كده هتتعمل قرعه جديده. عايزين بقى ايه عشان ما تدخلش الناس في التواريخ، انا ضد موضوع التواريخ والارقام الكتيره دي. تعالى بقى نخش في الكلام اللي هو في التقييم يعني. لو انت تعرف حاجه عن الفرقه دي اديها لنا، مش عايز انا كسبت كام وعملت كام. يعني بوتسوانا مثلا اللي ما نعرفش عنها حاجه، اول مره الاهلي يلعب مع فريق من بوتسوانا، واول مره الاهلي يلعب مع كامبالا سيتي الاوغندي، لكن هذا اللقاء اتاجل 40 سنه. سنه 77 الاهلي كان بطل للدوري، كان يفترض يشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري سنه 78، اتعملت القرعه وخدمته انه ما يلعبش في الدور الاول على ان يواجه كامبالا سيتي في دور ال 16، لكن الاهلي اعتذر عن الاشتراك في البطوله فتاجلت مباراته مع كامبالا سيتي. المره الثالثه لفريق مصري يلعب في بوتسوانا، المصري لعب في كاس الاتحاد الافريقي 2002، حرس الحدود لعب في الكونفدراليه 2010 في بوتسوانا. بوتسوانا الدوله رقم 33 في تاريخ الاهلي اللي لعب مع انديتها، اللي لعبت انديتها مع انديه مصريه، يعني الانديه المصريه لعبت مع 33 او الاهلي لعب مع 33 دوله من انديتها، يعني في 33 دوله انديتها واجهت الاهلي. بوتسوانا هي الدوله رقم 34 اللي بيزورها الاهلي في مشواره كنادي للقرن في افريقيا. طبعا مع تونس حدث ولا حرج، ما شاء الله، يعني كل عقدة وليها الأهلي. كرة التونسية فضلت بتمثل عقدة حقيقية للكرة المصرية لسنوات طويلة جدا. اتحرمنا من تونس، أو تونس حرمتنا من كأس العالم كتير. المنتخب أكم من مرة خسر ماتشات مهمة من الأشقاء التوانسة إلى أن جاء الأهلي. الأهلي حقق سيطرة كبيرة على الأندية التونسية وعلى الأندية المغربية وعلى الأندية الجزائرية، فك تقريبا عقدة الشمال الإفريقي بالنسبة للكرة المصرية. 39 مباراة للأهلي مع الفرق التونسية، 26 مباراة كانوا في دوري أبطال أفريقيا، وفي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي اللي هي الكونفدرالية الأهلي خاض 8 مباريات، وثلاث مباريات في السوبر ومباراتين في أبطال الكؤوس. الأهلي لعب مع الترجي والنجم الساحلي والصفاقس التونسي والافريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى. الاهلي فاز على التوانسه 17 مره وتعادل معاهم 14 مره وخسر 8 مباريات. الاهلي سجل في الشباك التونسيه عامه 50 جون واستقبل منهم 30 جون. طبعا في الذاكره الاهلاويه والتونسيه معا هدف الصفاقسي او هدف ابو تريكه الاشهر في مرمى الصفاقسي يمثل النقطة المتوهجة في مسار الكرة الأهلوية مع التوانسة، وتظل إيد رامو أشهر إيد في تاريخ لقاءات الأهلي مع الأندية التونسية. دي أسخف إيد، أسخف هدف بعد هدف مارادونا في كأس العالم. الحقيقة كيف يعني لعيب أصل هي مش خبطت في إيده ودخلت، ده لعبها بايده، ده طار بايده، طار يعني فولي بول فعلا يعني. وسعيد قوي وده بيعمل كده، وممكن زمايله يكونوا اتخموا وبصوه فاكرينه جاب جول، لكن هو نفسه ازاي يا ابني كده؟ بس بص ليه يا حبيبي كده؟ كل حكم فاسد. ايوه انا بقول لك دي عشان تقول لي دي. سبحان الله يعني شفت يعني انا بخدم عليك ازاي بقى؟ لا يعني طالت ولا قصرت
العدالة بتتطهر. قالوا ايه الراجل ده؟ العدالة بتتطهر من مثل هؤلاء الحكام. يعني احنا نطلع من البطولة بالمنظر ده يا اخوانا؟ فالحكم هذا الحكم الغاني لامبتي، شوفوا بقى ربنا يجيبها له في مباراة للمنتخب الكاميروني الموسم الماضي، مع علشان يتسبب في واقعة فساد يحقق فيها الفيفا ويتم شطبه ويتم فصله من التحكيم ويتم عزله انه ما يشتغلش في اي منصب رياضي على الاطلاق في واقعة لاحد المنتخبات. لكن ده بيفكرنا ببتروس ماتابيلا الجنوب افريقي، نفس الواقعة، اهل وزمالك في 94 بيلعبوا كاس السوبر الافريقي في جوهانسبرج، وقيل ما قيل وكتب ما كتب وحكي ما حكي، وخسر الاهل السوبر بفعل بيتروس ماتابيلا، اللي الدنيا ما استمرتش كتير علشان تصطادوا ايد العدالة في وقائع رشا في الدوري الجنوب افريقي ويدخل السجن ويتم شطبه من الملاعب. عمر الفاسد ما بيستمر. لامبتي نجا بفضيحة إدرامه، يتورط في فساد في مباراة جنوب أفريقيا والسنغال السنة الماضية عشان يتم ضبطه. الوحيد اللي نفد العرجون. أعيدت المباراة ولكن تم شطب لامبتي وملاحقته. على أي حال، ما تاخدنا في جولة بقى كده في الكلام والحكي، انطباعات الناس والمسؤولين في القرعة. طبعا يعني القرعة كان فيها حضور مميز من كل الأندية. فريق الأعداد الحقيقة يعني اهتم ان هو يجس نبض كل الأشقاء المنافسين للأهلي في هذه المجموعة، فكانت البداية مع التونسي حاتم الطرابلسي وهو يتحدث لبي ان سبورت عن الأهلي وقرعة دوري أبطال أفريقيا. المجموعة الأولى حاتم إذن وضعت الأهلي المصري وترجي التونسي يعني من كبار القوم في القارة الأفريقية، لكن يمكن القول وضعتهما مع فريقان يمكن أن يتم تجاوزهما بسهولة. نتحدث عن تاون شيب البوتسواني وكامبالا سيتي الأوغندي. منطقيا على الورق أن الأهلي والترجي هم الطرفان الأفضل في هذه المجموعة، لكن لابد من توخي الحذر، لابد أن تحترم هذه الفرق حتى وان ليس لديها تاريخ كبير، ولا الاهلي والترجي يتفوقون عليهم في على المستوى الخبره. اكيد اخذ الاحتياط من هذا الجانب، واكيد ان الفريقين لديهم خبره طويله في هذا الباب. فرصه كذلك للترجي وعلى سيواجه الاهلي المصري كذلك لاخر بعض نتكلم على الثأر الكروي، نتكلم على انه ازاح الترجي الاهلي ازاح الترجي في النسخه الماضيه. هي فرصه اكيد جيده من المستوى الكروي لاحتكاك الكره التونسيه بالكره المصريه. الاهلي المصري انا اراه في هذه الاونه هو الطرف الافضل، افضلهم في المجموعه، لكن الترجي في وضعيه جديده، اتكلم على مدرب كذلك جديد يعرف اكيد انه لاعب سابق في الترجي، يعرف الترجي ويعلم كذلك ما ينقص او نقائص الفريق الترجي، لكن هذه في دور المجموعات اكيد ان معنا الفريقان الافضل هم الاهلي والترجي. رغم التاريخ اللي بين الناديين والتاريخ القريب في صالح النادي الاهلي طبعا مؤكد، ولكن الوضعيه الجديده، مدرب جديد كان لعبا بالاهلي بالترجي يعلم كل شيء عن النادي الاهلي، والامور لن تكون بهذه السهوله، ده في راي الطرابلسي. ولكن ايضا يوسف شيبو المغربي، يوسف شيبو له راي ايضا في القرعه. ما رايك فيما كان يقوله حاتم بخصوص المجموعه الاولى؟ اتفق الترجي ولا الاهلي؟ يبقى لعل يعني هم الابرز من خلال يعني خبرتهم ومن خلال تجرباتهم، ليست المره الاولى، تقابل عده مرات، وبالتالي اظن حسم بطاقه التاهل ستحصل بين، لكن يجب احترام الخصم كذلك. نعم. يعني كما قلت دائما الاستعداد، دائما لعب مباراه بجديه، دائما يشارك المره الاولى في دوري الابطال وايضا كامبالا سيتي في دوري الابطال، يعني دائما دوري الابطال تحتاج الى خبره وتجربه، والترجي والاهلي عندهم خبره كبيره في 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 في, في هذه البطوله، وبالتالي هم الابرز هم الاقرب للتاهل. طيب، اذا نفس الحكايه، الكل بيجمع على انه الاهلي والترجي في هذه المجموعه، لكن
تأكيد يوسف شيبو قبل منه حاتم الطرابلسي انه توخي الحذر لازم. وعايز اقول لكم حاجه، يمكن الزميل عبد المنعم القسطى كان مرافق لبعثه الاهلي في الجابون، الاهلي كسبان هنا 4-0 يعني عمليا ونظريا مطمئن. الناس قالت وضع قدمه، وضع قدمين، وضع قدمين الا ربع. عبد المنعم بيقول للكابتن حسام البدري هناك عامل حاله من الشد والتركيز قبل المباراه، تشعر ان الاهلي في خطر وانه ما فيش حاجه مضمونه، وهذا الشعور يجب الا يغادر الفريق بالظبط في اي لحظه. فبص دي الخبرات اللي انا كنت بقول لك عليها، المدرب لو اطمأن لحظه ولاعيبته حست انه استرخى وفك هتتعرض لفرق. ما هو انت لما غلبت رجوعا بقى ل 2001 لما غلبت بيترو اتلتيكو هناك 3-1 لقيت نفسك في تلت ساعه 22 دقيقه خسران 4-0 22 دقيقه 4-0 وبعدين رجعنا جبنا جون في جون وجبنا جون واتلغى وخلص الماتش 4-2 دراماتيكي عالي قوي. طيب نشوف بقى الكابتن حازم امام يتحدث في اون سبورت عن قرعة دوري الابطال. اعتقد حظوظ الفئه المصريه ان شاء الله كبيره جدا. الاهلي في مجموعه ما اعتقدش انها صعبه، يعني هو والترجي هم الاكثر تتويجا والاكثر خبرا والاكثر يمكن ثقافه في الملعب بشكل كبير. خلينا نشوف الكره فيها كل شيء حاجه جديده، يعني برضه ما نحكمش على اي حاجه غير لما نشوف بنفسنا، لكن يعني التاريخ والخبرات بتقول لي ان المجموعه ممكن تكون في متناول النادي الاهلي. كلام في المنطق وفي التخوف من الواقع، ويعني ده حال الكوره. سيد عبد الحفيظ بقى صاحب الشأن واللي ايده في النار بيقول ايه؟ شايف البطوله ازاي بشكل عام في دوري المجموعات؟ افتكر ان الفرق القويه كلها راحت مع بعض كانت في مجموعه واحده، مظبوط؟ لا بالعكس، انت دايما في حسابات افريقيا لازم تنتظر، يعني لازم تشوف المواجهات عامله ازاي وتشوف حاله الفرق عامله ازاي. يعني وانا عندي قناعه بشكل كبير جدا ان في افريقيا بالذات ممكن يطلع فرقه تبقى عندها جيل كويس من اللعيبه وبعدين بيتم تفريغه صحيح وبعد كده بيروح في اي جهه احترافيه، لكن في الوقت الحالي طالما انت رحت لكامبالا سيتي او بتسوانا فهم هم واجهوا فرق قويه وطلعوها، ده لقرعه ان انت بتواجه فرق اللي لسه طالعه بتواجه فرق قديمه او صاحبه خبره، فطالما ان هم عندهم القدره ان هم يقصوا فرق اكيد بقى عندهم الـ القوه اللي تساعدهم ان هم يكملوا. يعني فخلينا ننظر للمجموعه كلها او نبص للمجموعه كلها ان مجموعه لازم الحذر ولازم التعامل معاها بشكل جيد جدا جدا، حتى مواجهاتها مواجهات صعبه، يعني في البدايات او ترتيب المواجهات مواجهات صعبه، انت هتقابل الترجي في اولى اللقاءات. يعني ما كنت لسه هسأل حضرتك بداية المجموعة مع الترجي، أفتكر إن النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي عنده دراية إلى حد ما كاملة بفرقة الترجي. كل محتاج تركيز، كل المباريات محتاجة تركيز بقوتها أو ضعفها أو الناس اللي بتظن إنها ضعيفة، لا بالعكس، يعني كل المباريات بتبقى محتاجة تركيز، وأنت شفت حتى في الدوري المصري يعني دايماً لازم يبقى فيه احترام وتقدير وتركيز جامد جداً 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 يناسب الحدث يعني، لكن إحنا والترجي عارفين بعض كويس، هو مش إحنا عارفينهم هم مش عارفيننا، ما أكيد كمان هم عارفيننا يعني، وفي عالم اللي إحنا عايشين فيه ده ما فيش. كان في نتيجة تاريخية في نصف النهائي دوري أبطال النسخة اللي فاتت بفوز النادي الأهلي على الترجي. طيب خلينا نستعد بقى ونشتغل كويس للي جاي إن شاء الله الرحمن، ويا رب نكون موفقين بإذن الله. شكراً يا محمد. طيب سيد عبد الحفيظ كمان الترجي يعرف سيد كويس قوي، وسيد جونه الشهير في الترجي اللي صعد بالاهلي لنهائي بطوله 2001 اللي بيتكلم عليها المهندس عادل القيعي. طيب الجنوب الافريقي بقى، مارك فيش الدولي القديم الكبير كان واحد من حضور الحفل وتحدث لقناه بي ان سبورت عن القرعه. ما رأيك في مجموعة الأهلي؟ وهل هي مجموعة صعبة؟ وكيف ترى فرص الأهلي في وجود بطلين آخرين؟ مع إجراء القرعة شعرت أن تلك المجموعة ستكون مجموعة الأهلي، فالفريقين من أوغندا وبوتسوانا فريقين جديدين إلى جانب الفريق التونسي، وأنا أرى أن الأهلي والفريق التونسي هما الأوفر حظا في هذه المجموعة. يسمع من بقك ربنا يا مارك يا فيش. كابتن زيزو بقى في قناة
دي ان سي. انطباعك ايه عن القرعه ووقوع النادي الاهلي مع كامبالا سيتي ومع الترجي ومع بطل بوتسوانا؟ والله بص، هو من جهه طبعا اللي عايز يبقى بطل لازم يواجه الجميع يعني، ويواجهها باحترام وبتقدير، والنادي الاهلي الحمد لله عنده هذه الصفه من الناحيه دي. الحاجه الثانيه ان الفرق الاخرى كلها النهارده اللي موجوده في كل المجموعات، مش مجموعتنا احنا بس، كلها انت لازم يبقى تقديرك ليها ان هم ابطال هم كمان. واللي عايز يبقى بطل زي ما بقول دايما يبقى بطل للنهايه يعني، لانك انت بتواجه فرق ابطال فكل المشاكل بتبقى صعبه. من وجهه نصحك بتشوف انه وقوع النادي الاهلي مع الترجي هي المواجهه الاشرس شويه، الاكبر شويه تاريخيا حتى كمان على صعيد المواجهات ما بين الفرق المصريه والفرق التونسيه ولا لا؟ طبعا حجم او شده التنافس بين الفرقتين، ان هم فرقتين كبار جدا جدا على مستوى القاره عموما ومستوى العالم العربي، فاعتقد انها تبقى فيها صعوبه كبيره جدا، خاصه انها كانت برضو كانت موجوده في البطوله اللي فاتت. ايوه، فاعتقد ان المره دي برضو بيبقى فيها نوع التحدي بيزداد. صحيح، فالاستعداد بيقوى وشده المنافسه بتزيد، فبالتالي المره دي هتبقى اصعب من المره اللي فاتت. كابتن زيزو، تأكيد على انه طبعا التحديات بتزيد، ومش معنى انه الاهلي البطل او الحائز على اللقب كاكبر عدد من المرات معناها انه الباقيين ضعاف، بالعكس ده بيفرض عليه مسؤوليات اكبر، لانه بقى معروف لدى الانديه كلها بقى اللعب ضده في حذر شديد جدا، وده اللي اجمع عليه الكل يا باشمهندس. التعويل على انك انت راكبهم محظه كبير عليهم هذا ليس قاعده. بالعكس، في دوافع بتتخلق ان الى متى؟ وهذا الشعور يخوفك وانت بتقابل النمر الجريح بقى باستمرار، خصوصا لما يبقى عنده القدره. ما هو مش فرقه سهله. صحيح، دي فرقه طويله يعني. فالمره دي نرجو ان احنا نكون موفقين ونكون في كامل استعدادنا. طيب، في الكونفدرالية المصري البورسعيدي كان سعيد الحظ انه وقع مع منان الجابوني. منان الجابوني اللي الاهلي خلص عليه بسبعه، خدوا اربعه رايح مفارقة، خدوا اربعه، انت عارف ان برضه ثلاثه رايح واربعه جاي، عارف موضوع بيتفس برضه نفس الشيء السنه اللي فاتت. فالاهلي خلص على منان 7-1، لكن بيتفس كان معاه كون انه المصري هيلاعب منان بقى في دور ال 32 المكرر في الكونفدراليه، بقت عنده فرصه انه عارف الفريق الجابوني كويس، هيلاقي له سي دي للمباراه رايحه جايه بتاعه النادي الاهلي، هياخد معلومات مؤكده من الجهاز الفني للنادي الاهلي. ما اعتقدش كابتن حسام البدري هيبخل على كابتن حسام حسن باي معلومه، لكن مدرب منانا نفسه ضحيه الاهلي، رايه ايه في الاهلي وافضل فريق في دوري الابطال؟ نسمع المدير الفني لفريق منانا وهو يتحدث لأون سبورت بعد القرعة. عامل ازاي مباراة النهارده، خصوصا لو المباراة الأولانية كان مغلوب 4 في القاهرة، فكان عايز ايه النهارده من ماتش الأهلي النهارده بيخسر 3-1؟ بونجور، اون سويت دي بيانفوني سور لو شين ايجيبسيان، اون تي ديماند كيسك فو بانسي اوجوردي بارابور لو ماتش دوجوردي. كون فو افي بيردو 4-0 لالي، qu'est-ce que vous souhaitez vous faire pour aujourd'hui en tant que vous avez perdu 3, qu'est-ce que vous pensez? Bon, avant, je vais faire court, avant le match c'était une question d'honneur, on savait déjà qu'on est tombé sur une grande équipe, sinon la meilleure avec Mazembe, donc voilà, avoir perdu 4-0 c'est rêvé, hein, qu'on pouvait faire, qu'on pouvait remonter, donc pour nous c'était une question juste d'honneur de sortir, de ne pas perdre contre El Ali pour lancer un message fort contre l'adversaire qu'on aura en Coupe de la CAF. هو بيقول كانت هو ومتاكد طبعا هو طالع لانه المشكله انه مغلوب 4 وكانت بس جايه عشان خاطر يعني الشرف، ينول الشرف انه يلعب قدام الاهلي. وبيقول هو وبيقول انه الماتش الذهاب كان هو خلصان الماتش وعارف انه النادي الاهلي هو اكبر نادي في افريقيا، هو مازيمبي الكونغو. طيب، تبقى قضية وما زالت تدعي، ده مدرب منانا بعد المباراة بس للتأكيد. ما ده رأيه. طبعا بعد ما قالوا مازيمبي الأفضل، ما خسر الماتشين طبعا. لكن ال ال ال
القضية اللي لسه بتحظى بالاهتمام والتوقف والتحليل، هل يتأثر النادي الأهلي في مشواره الإفريقي بالغياب المرجح لعبد الله سعيد؟ عايزين نشوف وليد صلاح بتحليل المباراة بقى بعيدا عن القرعة. لا في كمبدأ هل يستطيع النادي الأهلي يعني يعوض هذا الغياب من ناحية الفنية ولا لا؟ الكابتن وليد صلاح في أون سبورت له رأي. أقدر أغير الطريقة وأعتمد على 4-3-3 وأحط لها تعديلات. حصل حاجة النهاردة بس في الشوط الثاني، إن لما مستر إبينجا خد الفريق وخد الدفاع تحديدا ولعب دفاع متقدم، النادي الأهلي بدأ يعاني. ليه بقى؟ لأن مفيش حد عنده حساسية وسنس عبد الله السعيد إن أنا أحط الكرة ورا خط الدفاع. دي لازم النادي الأهلي يشتغل عليها. أحمد فتحي لياقة بدنية عالية جدا، بيروح ويجي. عمرو السولية نفس الموضوع، سنس الكرة أو حساسية الباص يعني مش زي عبد الله. بتتكلم عن المنسق. برافو عليك. أنا أشوف إن النادي الأهلي على الفترة القادمة لازم يعالج الحتتين دول. إزاي أنا لو عايز أقلب الطريقة لـ 4-3-3 اشتغلها ازاي؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان انا لو قابلت فريق بيدافع وفريق ضعيف واخد لي الدفاع ورايح دفاع متقدم، ازاي ان انا ادي لحد دور البلاي ميكر اللي يحط الكرة من ورا خط الدفاع. انت بصيت له قدام يا وليد، بصيت له قدام وكأنك ترشح للكابتن حسام البدري وإدارة النادي الاهلي احمد حمدي كلاعب صاعد ممكن يعوض فراغ عبد الله سعيد مرحليا، او ممكن النادي الاهلي يفكر في ناصر ماهر مثلا. ده اكيد. وفي نقطه الدكتور طه قالها بشكل رائع، انا مش لازم العب 4-2-3-1، مش لازم يبقى لعيب بلاي ميكر واللي هو بيلعب بنفس. لا، طب ما انا ممكن اغير. ريال مدريد ما عندوش بلاي ميكر، جارس بيل وكريستيانو وبنزيما الثلاثه، وفي ثلاثه وحوش في نص الملعب، لوكا مودريتش يروح وهكذا. نفس الوضع برشلونه، نفس الوضع راكيتيتش يروح، انيستا يروح، بس في الاخر نقول ان ريال مدريد مودريتش مهم جدا طبعا، اسكو مهم جدا طبعا، انيستا في برشلونه مهم جدا طبعا، ولازم لعيب يعوض ده لو هو بيلعب في مباراه. ده اللي عمله الكابتن حسام النهارده طبعا مع الفارق، يعني ان لما يبقى احمد فتحي وعمرو السوليه والاثنين يزيدوا وحسام عاشور هو اللي يقف، انا بغير الطريقه. فالنهارده تغيير الطريقه دي عايز تدريبات كتير علشان ما ابقاش بعتمد على البلاي ميكر، ابقى بعتمد على الهارد وورك بقى والشغل في جمله واحده. طيب ده راي وليد صلاح الدين. احتمال كابتن حسام يغير طريقه اللعب بحيث انه يبقى الاعتماد على الافراد له شكل معين يختلف عن شكل اللعب الحالي في وجود عبد الله السعيد. هل فرود بحجم محمد فضل اللي الحقيقه بيثبت اقدامه بقوه وبوعي شويه في عمليه التحليل له نفس الراي ولا لا في اون سبورت؟ نشوف. سالت سيف كابتن ايمن دلوقتي بعدم وجود عبد الله، لازم اروح للنقطه دي ان دي مهمه. كابتن حسام ممكن يغير الطريقه وعملها في مباراه الدوري وقدر ان الاهلي يكسب. عنده احمد حمدي وناصر ماهر. ناصر ماهر ممكن هيرجع اعاره من سموحه، احمد حمدي من ناشئ الاهلي ولعيب عنده البوتنشال ان هو لعيب كويس جدا، بروميسنج جدا، هيبقوا على اللونج ران. لكن الاهلي ممكن يغير طريقه، في عندك لسه في لعيبه هتيجي، مؤمن يعني في عمرو بركات، في ممكن مؤمن يرجع، انا ما اعرفش عقد مؤمن قد ايه، عندك احمد الشيخ، حمودي، اسلام محارب، عندك الناس دي كلها حلول انك انت تغير الطريقه. يمكن معتزل ابو تريكه، معلش انا النقطه دي هاخدها بسرعه جدا، بس معتزل ابو تريكه احنا قلنا مين هيجي مكانه، اللي كان عامل يعني طبعا كان عامل انجازات كبيره جدا مع عبد الله. جه كان عبد الله في البدايه ما كانش بنفس الفاليو، مع ان عبد الله لعيب كبير، لغايه ما ياخد وقته، بعدين دلوقتي هيبقى نفس الكلام، الفرقه الكبيره هتتغير على طول. الجون بتاع الشناوي، الكره دي ما عجبتنيش من الشناوي. يعني انت معنى كلامك الاهلي مش هيتاثر بغياب عبد الله؟ الاهلي والزمالك لا يتاثر بغياب لاعب زي ما قلت قبل كده، انما اللاعب هو اللي بيتاثر بغيابه عن الاهلي او الزمالك او اي فرقه كبيره. يعني متفق مع ما قاله الكابتن وليد صلاح، يمكن تغيير الطريقه، وده معناه يا جماعه ما فيش حاجه اسمها لعيب ما يتعوضش. ما فيش حاجه على مستوى العالم، لا بيلي ولا مارادونا ولا، ما فيش حاجه، والا الفرقه تبطل بمجرد ما النجم بتاعها يبطل. فتعالوا برضو نشوف الكابتن عمرو الدسوقي نجم الاسماعيلي السابق المصري، اسف، نجم المصري السابق
ورأيه في اون سبورت ايضا. عايز اقول ان النادي الاهلي ما بيقفش على لعيبه، النادي الاهلي دايما هو اللي بيفرخ اللعيبه بشكل قوي، عنده كذا بديل. وليد سليمان مش عايزين برضو نظلمه في المكان اللي هو فيه، ولكن لازم ياخد الفرصه، تديله ماتش واثنين وثلاثه واربعه وتصبر عليه، لان اللعيبه اللي لعبت في الاماكن ديت ما بدات، يعني فضل قال نقطه، عبد الله السعيد لما بدا ما كانش هو عبد الله السعيد. النهارده لازم تدي المكان والبوزيشن بتاع اللعيب وتقدر تستنى عليه وتبدا بقى تجني بقى اللي هو الخبره بتاعته في المكان دوت. فالنهارده جمهور مصر كله بيبص، واحنا كاعلاميين بنقول مين بديل عبد الله السعيد؟ وليد سليمان. تمام، بس وليد سليمان لازم تديله الفرصه، يعني تديله اكتر من ماتش، على الاقل 6 7 8 ماتشات عقبال ما يدخل في المكان ده، ويدي الحساسيه الاستلام الكوره بظهره. دايما وليد من نوعيات اللعيبه اللي هي دايما بتدي لها الكوره في مساحات، هو بيجري بينطلق، ان انت تغير المكان بتاعه. اللي هيكون مكان عبد الله السعيد هيبقى حظه كويس ولا وحش؟ لا اكيد هيبقى حظه كويس جدا، لان المكان دوت يعني انت عندك لما بيبقى عندك اطراف قويه، يعني اوبايه بيتحرك بشكل ايجابي، وعندك مساحات في وسط الملعب، تقدر بتغير رتم المباراه. وليد عنده النقطه دي، عنده ان هو يقدر فعلا يغير رتم المباراه بشكل قوي، زائد انطلاقاته، فده هتدي له الميزه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. طيب شفنا راي عمرو الدسوقي وهو نجم المصري، وبيقول لك الاهلي ما بيقفش على اي لاعب، واحنا بنعرض كل الاراء ديت، اراء جمهورنا يهمنا طبعا، وانا عارف ان انتوا بتعتبوا علينا كتير انه ضيق الوقت وضغط المحتوى بتاع البرنامج ما بيديناش فرصه نسمع راي حضراتكم، عشان كده انا بستاذن المهندس عدلي اقل من نص ساعه اللي باقيه هنستقبل اكبر عدد من تليفوناتكم، لكن نرجو انه يكون سريع. تليفوناتكم بنستقبلها على 38 35 652 او 010 900 96598، وهتشوفوا الارقام على الشاشه. لكن نشوف فيديو للكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك والمحلل الشهير، هل فعلا عبد الله السعيد وما حدث بشان انتقاله ثم ايقافه وخروجه من الاهلي. وفي النقطه دي يستوقفني حاجه بس قبل عرض الفيديو، يعني استغربت جدا لاراء بعض الناس ومنهم عمر هريد المحامي لما يكتب على ايه مكاسب وخسائر دخول الزمالك في صفقه عبد الله السعيد، فلاقي الراجل كاتب انه كفايه ان احنا، بس انت اضيف عمر هريدي المحامي ووكيل مجلس اداره والعيد مجلس اداره الزمالك السابق، لما يقول انه كفايه ان احنا ابعدنا عن الاهلي احسن لاعب عنده، ده هدف تخريبي. يعني انا افهم اي حد يقول الكلام ده من الجمهور، لكن ما ينفعش ده يكون راي مسؤول. و 48 مليون جنيه مش هتعرف كده، انا عايز اعرف بس اخرب ب 40 مليون جنيه زي ما اتصور ب 40 مليون جنيه، يعني غير معقوله بجد. ايه فكره ان انا اتباهى كفايه ان انا مشيت من الاهلي احسن لعيب؟ ده منطق؟ يعني حتى مش منطق تنافسي، يجوز ان الناس تقوله عادي، لكنه اتباهى ان انا كفايه ان انا بعدت عنهم احسن لاعب في الفرقه وخسرت قد كده، بس خدت الصوره. نشوف عموما الكابتن ايمن يونس. الاهلي مليان اربع خمس مخاخ اللي احنا كنا بنتكلم فيهم، كل دول كانوا شغالين، يعني الاهلي النهارده مش متاثر بالمخ الكبير؟ مش متاثر بالمخ الكبير عبد الله السعيد، الاهلي مش متاثر خالص. وليد سليمان مخ لا غبار عليه، وعنده اسلوب حركي غير عادي. عمرو السليه حصل له تطور غير عادي، اصبح مخ في بدايه صناعه الهجمه من الخلف. الاسلوب الحركي الهجومي للمخين علي معلول ورغبته في التهديف او صناعه الاسيست. مين بديل عبد الله النهارده يا كابتن؟ النهارده ذكاء حسام البدري، دي التانية يا فضل عشان اللي هتعد عليه. خلاص. النهارده ذكاء حسام البدري انه قدر يعمل المنطقة اللي خلف وليد ازارو، هي منطقة المخ اللي هي ميدو جابر مع وليد سليمان، فكان الاثنين عملوا المخ اللي انت كنت بتتكلم عليه بتاع عبد الله سعيد، بس هو كان بيقوم بيه لوحده. لعب النهارده 4-3-2-1، غير لعب 4-3-2-1، بس هل انت شعرت انها طريقه دفاعيه على الاطلاق؟ بالعكس، ده حول الطريقه 4-3-2-1 لطريقه بمنتهى الهجوميه. رأي فني هايل من الكابتن أيمن يونس، بس الناس اللي التخريبية
اللي فاكره انها ب 40 مليون جنيه. حكايه المخاخ دي بقى هتعديك مخ وكبده بقى. اتضح ان في بس المخ الخامس اللي هو مخ الكابتن حسام. حسام اللي قدر يتعامل مع المخاخ دي ان يوجد لها. انا بحب عشان كده بحب الـ الـ لو كنتوا فاكرين التعليقات دي لانها بتدي والله يعني حيويه للروح التاني. لو كنتوا فاكرين انه ب 40 مليون جنيه بعدتوا عن الاهلي افضل لاعبيه مخه حسام البدري هيخليكم تندموا كتير جدا لانه هتلاقوا البديل احسن من اللي مشي وبكره مفكركم. بدايه اتصالاتكم علي من اسيوط. استاذ علي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك. البدايه من اسيوط دي حاجه مبشره يعني. بلدياتك يا عم. اتفضل يا استاذ علي. ازيك يا استاذ؟ برحب بيك والاستاذ والمهندس عبد القيعي. اهلا بيك. اتفضل اتفضل يا استاذ. عايز بس اقول حاجه بالنسبه لموضوع عبد الله السعيد. مش يعني احنا بنتكلم في عبد الله كده مس سريع من غير ما نقلبها قضيه ثانيه يا استاذ علي. هو عبد الله السعيد مش راح المنتخب من النادي الاهلي؟ طبعا. وممكن النادي الاهلي يصدر قرار ان هو ما يديش لعيبه للاهلي لو عبد الله السعيد لعب في المنتخب؟ لا ما فيش حاجه اسمها ما يديش لعيبه عبد الله السعيد. الاهلي ما اوقفوش على فكره، عبد الله السعيد مش موقوف، لكن الاهلي عرضه للبيع. يا استاذ علي هستاذنك انك تفكر بالطريقه دي معانا. الان نتمنى لعبد الله السعيد كل التوفيق مع المنتخب، نتمناه متالقا ويحدث الفارق وكل حاجه. مش عايزين نتنفس في موقف خلاص هو موقف احترافي ما احناش موافقين عليه اللي حصل، لكن مش معنى كده ان احنا لا، احنا عايزين كابتن عبد الله يتالق ويقود منتخب مصر الى ادوار تاليه وتاليه ويعني يظهر الجانب المشرق للاعب المصري. شكري من البحيره. استاذ شكري. ايوه يا فندم مساء الخير. اهلا مساء الخير. معاك شكري سعد من البحيره. اهلا بيك يا استاذ شكري. حضرتك بس انا ليا كام سؤال بسرعه كده. انا عايز اعرف مين سبب رفع الاسعار في مصر بالنسبه للاعيبه؟ مين اللي بيزايد على النادي الاهلي ويروح يعرض فلوس كتيره اكتر وبعدين لو الاهلي دفع فلوس اكتر هو يقول ان ده اهدار للمال العام؟ السبب مرتضى منصور. نعم؟ السبب مرتضى منصور. بالظبط كده. مين سبب التعصب في الملاعب؟ لا كل السلوكيات الغلط بتعمل تعصب. لا مفيش حد لوحده. احنا ناس متابعين، انا عندي الاول 55 سنه. التعصب في الملاعب انا شفت الوضع بنفسي وفسرته. سبب التعصب في الملاعب يا اما اجهزه فنيه يا اما رؤساء انديه. شوف نسبة الاعتراض حضرتك بيبقى شكلها ايه. ده شيء. الشيء الثاني ده بيؤدي الى شغب الجماهير. انا عندي اقتراح في شغب الجماهير يا فندم. اتفضل. الحل بتاعه يعني. ان الكراسي تكون مش مهم يكون كاميرات خالص. الكراسي تكون مرقمة بالبطايق صحيحة لان ممكن ياخد واحد ياخد اي بطاقة اي واحد ويروح يسجل بيها. لا. السيستم بتاع الاهلي هو معمول جاهز. لما واحد يخش الكرسي بتاعه ناخده رقم الكرسي وهو يتجاب بالظبط. هو هيحافظ على الكرسي بتاعه، مش هيسيب الكرسي ولا هيخلي واحد تاني يقعد في مكانه. ده حل لمشكله شغب الجماهير. عايز استعدادات، واحنا قلنا عايزين نرقم الكراسي وعايزين نقول ان السوفت وير او طريقه ادخال البيانات تكتمل اكتر من كده بحيث ان كل واحد بصورته بمعلوماته تبقى موجوده، يمنع التنازل عن التذكره بكود معين، ودي كلها خلاص التكنولوجي او التقنيه العلميه اصبحت بتحل كل المشاكل دي والعالم كله ماشي بيها وهنوصلها هنوصلها باذن الله. حضرتك بقى شيء اخير عايز اعرفه من حضراتكم يعني. اتفضل. بالنسبه للقرار اللي طالع ان الناس اللي هم مستشارين حضرتك ما يمسكش اي شيء في اي نادي يعني ايه؟ يعني زي بالظبط كده المستشار جلال ابراهيم
احمد جلال ابراهيم. انت عايز تقول رجال القضاء هي يعني. هي هو ازاي يمسك شغال في محكمه وازاي ماسك نائب رئيس نادي؟ شوف المجلس الاعلى للقضاء فيما يخص رجال القضاء والنيابه العامه دول ممنوعين. ايوه فندم. لكن كان المستشار احمد جلال وهو في النيابه العامه اتنقل راح مجلس الدوله علشان يحق له الترشح. فهو بيترشح لانه موجود في مجلس الدوله. ايوه. انما مش مستشار في القضاء او في النيابه، فبالتالي بذلهم الترشح، وان كان ده ممكن يتمنع كمان قدام شويه. طيب يا فندم كتر خيرك ومتشكرين جدا، وانتوا اللي حماه بتوعنا يعني، كتر خيركم. شكرا يا استاذ شكري. مين تاني في مين؟ يا ناصر. ايوه كابتن عادلي. اتفضل يا ناصر. منين يا ناصر؟ انا من بنا يا باشا. اتفضل. ازيك يا عم عادلي؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك يا ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ ناصر. والله العظيم انا باجي جري عشان اتفرج على ملك وكتابه دوت، ومش عايز اقول لك. بتيجي منين يا ناصر؟ انا من بنا، باجي من الشغل وببقى مع اصحابي وباجي جري بقى يعني، مش عايز اقول لك بحب الاهلي اكتر من نفسي. طيب يا سيدي، هو يعني وبديلك الحب. انا ببقى قاعد ببقى نايم كده وبقول التشكيل اللي اقوله بكره او اللي هيتعمل بكره. والله هو كلنا عشنا هذا الشغف، خلي بالك يا باشا. انا جيت في يوم اشتريت مجله الاهلي، كان ايام بايسه. وحط التشكيل بتاع الزمالك اللي هيتلعب بيه بكره، كان يوم الخميس، قال يعني اللي هو مثلا ايه عفت نصار واحمد رمزي اللي هيغطي مكانهم عبد الجليل وسدي جمال، وممكن اقول لك التشكيل كمان يعني. المهم ومهم انا يعني ايه ببقى فرحان قوي يعني، حتى ما بوراش للزمالك الزملكاويه اللي يروحوا يقولوا له يغير الخطه. والله العظيم زي ما بكلمك كده. طيب كويس ان توقعاتك بتيجي صح يا استاذ ناصر. يا باشا ده انا عملت غياب من الجيش عشان اتفرج على ماتش الاهلي والمقاولين. طب هنبلغ عنك دلوقتي. لا يا باشا ده انا عندي ده قديم خلاص خلاص. ده انا مخلص والحمد لله يعني. وبحب يعني بتفرج على الماتشات كمان بتاعت الاشبال، احمد في بيكهام. وفي رمضان صبحي احترف. وكان في اللي هو ده في صبح جديد ممتاز قوي. اتفرجت عليه. اللي جاب الجون في ماتش بتاع اسكندريه. واتفرجت عليه كمان في كذا ماتش، الحقيقه لعب كويس. يا باشا ده جميل جميل جميل، ونفسي احمد حمدي بقى يلعب الماتشات اللي جايه. ان شاء الله. ماشي يا ناصر. باذنك يا رب. انا بلديات الكابتن يحيى اسماعيل على فكره. تمام يا ناصر، شكرا جزيلا. ماشي يا باشا. شكرا جزيلا لناصر. استاذ ممدوح من القاهره. ممدوح يا استاذ ممدوح، انا بس عايز كل واحد يقول اسمه المركب. ايه ممدوح وحسن وبتاع، ممدوح ايه عشان الرمزيات دي. طيب شوف غير ممدوح في حد ولا؟ احمد من العياط. احمد ايه عياط؟ احمد هلال. احمد بلال. احمد هلال من العياط. اتفضل. ايوه اتفضل يا استاذ احمد. ماشي اتكلم مع الكابتن. اتفضل انت على الهواء يا استاذ احمد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. حبيبي اتكلم. السلام عليكم يا كابتن. اهلا بيك يا حبيبي. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. مساء الخير يا كباتن. اهلا وسهلا يا حبيبي. احنا عايزين بس ينفع الكابتن صالح جمعه يحل مكان الكابتن عبد الله السعيد؟ كل حاجه تنفع باذن الله. ان شاء الله لو كابتن حسام البدري دي رؤيته هيختصر مده الاعاره ويرجعه. طب ممكن بس نعرف قضيه عبد الله السعيد على السريع، بس نعرف هو راجع الاهلي او مش راجع؟ هو رجع خلاص. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد الاهلي خد قرار بعرضه للبيع وفي عروض لشرائه ان شاء الله تتحسم. عبد الله السعيد لاعبا في الاهلي، هيكمل مع الاهلي ولا لا؟ ده موضوع تاني. اتفضل. شكرا يا كباتن. شكرا. 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 وليد من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فريق السلام ورحمه الله. يا جماعه ادوا فرصه الناس يقولوا اسمهم، مش وليد وحسن ومحمود. وليد ايه؟ وليد رجب فندم، كفر الشيخ، بيع لكفر الشيخ. اهلا يا فريق الجزار. اهلا. تمام. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ الله اهلا وسهلا.
احنا طبعا بنقول للكابتن الخطيب القرار الرائع اللي انت اديته بشان عبد الله السعيد ده قرار صائب مليون الميه. تمام. هو انا بس نفسي نخرج من قضيه عبد الله السعيد شويه. لا انا هتكلم بقى في نقطه واحده حضرتك كابتن عادل بعد اذن حضرتك. انا كلمت حضرتك قبل يوم الحلقه اللي قبل القرار ده مباشره. قلت لكم يا جماعه عبد الله السعيد عنده قرار ان هو يمشي من الاهلي يعلنها صراحه للجماهير. ما هو احنا قلنا دي غلط. لا يعني مش لا يعلنها. لا وما قالهاش. هو كان بيماطل وعارف ان هو ما خلاص بقى. اصل بص الحقيقه الكلام في هذا الموضوع ملوش لازمه. خير الكلام تكرار وفي قرارات فيه فانتهى. واحنا دلوقتي عبد الله السعيد يا جماعه تمنوا له التوفيق مع المنتخب ارجوكوا. كفى جلدا في عبد الله السعيد دلوقتي. عبد الله السعيد عايز المؤازره عشان منتخب مصر فقط. لما يرجع النادي الاهلي يتكلم فيه تاني. لكن النهارده مع منتخب مصر استاذ وليد قول لي ايه رايك في القرعه؟ القرعه والله تمام زي الفل. يعني هي خدمت الاهلي وكويس ان احنا بدانا بالترجي في القاهره باول حاجه يعني. البدايه هنا احسن. احسن طبعا. والحاجه الثانيه بقى كنا عايزين ندي فرصه بقى في الماتشات اللي باقيه ديت ندي نحكم بقى على الناس المتفق. ده اللي هيحصل باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الحاجه الثانيه بقى نشوف يعني قناه الاهلي ازاي الماتشات يعني من اول الموسم. ايوه نتمنى هذا. الموسم الجديد والشركه الراعيه كلنا هنضغط عليها. وعايزين برضو معلنين. لسه بنطالب بقصه المعلنين في القناه عشان القناه تطلع للنور. جمد قلبك كده. شخشخ. وعايزين الاتش دي. الاتش دي خاصيه الاتش دي تكون موجوده عندنا. بيحتاج يا ده راجل القنوات العالميه. ده راجل. لا انت العالمي وليد. شاكري. شكرا جزيلا وليد رشدي من كفر الشيخ. سيد بدران من القلوبيه. يا استاذ سيد. ايوه كده فلان الفلاني. اتفضل. انا ليه عايز اتكلم في كذا نقطه يا استاذ ابراهيم. اتفضل. اول حاجه حسام البدري وشريف اكرامي. دلوقتي هيقول لك شريف محمد الشناوي. دلوقتي محمد الشناوي وشريف اكرامي الاثنين يعتبروا ولاد حسام البدري. احنا ما يكون في كاس العالم ما فيش حارس في الاهلي تبقى مشكله. دلوقتي هيقول لك محمد الشناوي مالوش في الدولي. انت واخد بالك هياخده انت واخدنا في سكه ثانيه بقى. لا ما انا معاش. ما ده ابنك وده ابنك. ما هو احنا دلوقتي ماشي. بص ما انت تعمل الصح ان هو مثلا شريف اكرامي لو راح غصب عنهم. لا 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 انا بالعكس انت اظهرت وجهه نظر جديده. انا مش ضدها. انت بتقول دلوقتي انت تخشى ان يتحججوا لشريف اكرامي انه ما بيلعبش وللشناوي انه ما عندوش خبره دوليه. ما عندوش خبره دوليه. هتجد ان ما عندوش خبره دوليه. عواد كمان. ما لا عواد دلوقتي في اتجاه ان عواد يبقى احسن حارس دوقنا احسن حارس في الدوري. بياخد الدعم ده. وبالنسبه لعبد الله السعيد ما تلعب 4-4-2 4-4-2 ما تلعب السوليه وجاب حسام عاشور وعلى الشمال اجاي وعلى اليمين وليد سليمان واثنين راس حرب ازارو ومروان محسن وهيبقى صلاح محسن احتياطي ممكن ينزل هيلعب ماتش وماتش. حاضر. دي بقى دي هربت منك شويه. اللي فاتت كانت حلوه. تمام يا كابتن. يعني احنا ما بنتكلم يعني اذا كنا احنا الناس المسؤولين ما بيتكلموش في النوع الفنيه يعني. عدلي يا كابتن عدلي. يعني تفتكر حضرتك هتقول طريقه لعب للجهاز الفني على الهواء؟ لا ما لا مش طريقه لعب. انت دلوقتي بتدور حل ان عبد الله سعيد مش موجود. هو عندهم الحلول وهم قالوا لك احنا مش لاقيين. وبالنسبه لموضوع نادي القرن. ايوه دلوقتي انت عندك مين كان نادي القرن في اوروبا؟ ريال مدريد مثلا. طب ريال مدريد كان واخد كام بطولة؟ تاني ما احنا حللنا دي. لا وإيسي ميلان كان واخد كام بطولة؟ بالظبط. أنا تمام. معاك أنا معاك. ماشي. ريال مدريد كان بطل القرن يا ابني بص إيسي ميلان كان أكتر منه في البطولات. هذا كلام محسوم. ماشي عشان كله شوية واحد يطلع ما يطلع يقول هو يطلع يقول واحنا يعني اللي عايز يقول يقول اللي عايز يضحك على نفسه. احنا في 2018 هنمسك إيده بقى ولا سيد. وبالنسبة للكابتن عدلي ايوه اديله واحده بقى. اوبا كابتن عادل اديله واحده بقى. اديله ابو السيد اعمل شويه لان الزملكاويه بيكرهوا ثلاثه. مانو الجزيه محمد ابو تريكه عادل القيعي. هو يعني اي حد بيقول عليه اي حاجه بيبقى اصلا مش يعني انت حطيتني مع العظماء دول كتر خيرك. انت من قبلهم والله يا كابتن عادل. الله يخليك. قيمه كبيره يا باشمهندس. ربنا شكرا سيد بدران من القليوبيه. احمد كمال. محمد كمال من الجيزة. اتفضل يا محمد. محمد كمال خط قطع. مين؟ مفيش حد. محمد كمال الخط قطع. طيب دلوقتي
يعني برضو الناس انشغالها بجزئيه بديل عبد الله السعيد. ما هو الجهاز الفني عنده حسابات كتير قوي، فعايزكم تطمنوا تماما ان ما هياش مشكله على الاطلاق. عبد الله لعيب كويس، بس الاهلي دايما وابدا لما ابو تريكه اعتزل الناس ما كانتش متخيله ابدا انه عبد الله هيقدر يسد هذا الفراغ الكبير اللي شغله ابو تريكه. سد ونجح وعدى باذن الله تعالى. ناصر ماهر، احمد حمدي، هشام محمد، صالح جمعه لو رجع، الاهلي لو جاب حد تاني، لا هتلاقوا الناس اللي فرحانه ان عبد الله مشي في الاهلي مشي من الاهلي هيتعبوا قوي بعد كده. هسالك سؤال. اسال. لما كوليبالي هرب الفرحه الغامره للمنافسين وانه لاعب لن يعوض لانه كان ادى امارات جامده، وانا واحد من الناس كنت قلقان جدا وقلت بعد ما لقينا فرود تقيل كده فيوم يجي لك اجاييه ازارو عشان في الاول يحصل جدل، والنهارده يعني واحد من اهم اللعيبه اللي ما اقدرش اتاخر على واحد من اسيوط تاني في اسيوط، حسن البدر من اسيوط. حسن بدر يا استاذ حسن. وعليكم السلام. خلي اسيوط كل ما اتكلم يقطعوا كلامي كده. اي يا حسن عايز يغرمك كتير. شوف اهو لو كان واحد من كفر زياد كان بسرعه رد عليه. محدش فيهم بيتكلم، بتوع كفر زياد دول ليه بس؟ ازيك يا كابتن عادل عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الحمد لله حبيبي. كابتن ابراهيم اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضل. الله يخليك. كنت عايز اتكلم في نقطه بسيطه جدا. اتفضل. الاهلي ما بيتخافش عليه. الاهلي ما بيتخافش عليه. كل تمنياتنا لعبد الله السعيد ربنا يكرمه في المنتخب بس كده وينجح، واتمنى له في الاحتراف يلاقي نادي كويس. ايوه يعني ده كلام عائل بقى. الاهلي وقرعه بالنسبه للقرعه بتاعت افريقيا برضه مشينا في الاول في القاهره يدينا دفعه، وان شاء الله انا مش خايف على الاهلي ان شاء الله. تمام. والاهلي ما تخافش عليه وعنده جمهور زيكم كده. الله يكرمك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا حسن. نبوي. نبوي عطيه من الشرقيه. السلام عليكم يا استاذ ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا نبوي؟ الباشمهندس المحترم عادل القيعي. اهلا بيك يا استاذ نبوي، اهلا وسهلا. صحتك. انا طبعا ببارك لكم في كل حاجه بتقولوها، والكابتن الكبير النجم المحترم كابتن محمود الخطيب. وكل مجلس الاداره الواعيين الفاهمين المثل الاعلى للكره المصريه على مستوى الوطن العربي والعالم. تمام. فطبعا انا بدي اقول يا كابتن ابراهيم، انت الباشمهندس عدلي ما يهمكوش، انت علمتونا كده. الاهلي ده قلبه جامد، قلبه حطيط، ما بيخافش من حاجه. احنا ماشيين على بركه الله وماشيين في طريقنا، ما بنبصش لحد خالص. واحنا هنا بنلبس كلنا والشرقيه بنحب النادي الاهلي النخاع مهما يحصل. انما انت هتقول لي نعم، انت هتقول لي على حب الشرقيه للاهلاويه حاجه ما شفتهاش. ما انت عارف ماتش البلديه لما طلب الله يرحمه بقى اللي هو شعراوي، بيقولوا له كان في مشكله، بيقولوا له تلاعب الاهلي في الشرقيه ولا في القليوبيه؟ قال لهم لو لعبت الاهلي في المحله انا غريب، فروح الشرقيه. وانتوا كنتوا مفكرين ان الشرقيه كنت زملكاويه انها طلعت خمسه سته لعيبه للزمالك. انت شفت يا باشمهندس عدلي؟ انا شفت منظر الشرقيه لونها احمر، العمارات من كتر الحاجات اللي متعلقه في البلكونات لونها احمر طبعًا. من قبل الطريق ب2 كيلو وقابلناكوا. لا حاجه ما شفناش، ما شفتش المنظر ده ابدا. قابلناكوا على حدود بنها يا باشمهندس. ايوه ما انا بقول. الكابتن محمود صالح، والكابتن محمود صالح عامل مباراه اعتزاله في افتتاح استاد الجامعه، حكمه الحكم الكبير الشراوي كابتن محمد نواره. صح. ماشي يا نبوي. سريعا يا نبوي عشان في ناس كتير على التليفون. حاضر على طول. وانا عايز لما تيجي تخدم تختم لي باغنيه مصنع الرجال، الجيش الباسل بتاعنا قالوا ايه علينا، بس الاغنيه دي اللي عايزها. لو جاهزه هنعرضها، بس المهم تكون جاهزه. ليك يا باشمهندس، بنقل لك تحيات كل اهل شبرا النخله وبالبيت. شكرا يا نبوي. عبد العزيز محمد من كفر الشيخ. يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. بمس عليك وعلى الكابتن عادل الكاعي. اهلا وسهلا. كابتن عادلي، النادي الاهلي اكبر نادي في مصر. وانا بفتخر ان انا اهلاوي. والكابتن عبد الله السعيد ربنا يوفقه ومع المنتخب، لان هو لاعب برضه كويس وادى للنادي الاهلي طبعا. وكان طبعا فيه الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن، انا بعتز بيهم لانهم كانوا في يوم من الايام في النادي الاهلي. ف
كابتن ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي والناس دي كلها، وما ننسوش ان الناشئين بتوع النادي الاهلي لعبوا مكان الفريق الاول ضد الزمالك وكسبوا. فهنا ابراهيم النادي الاهلي عمره ما هيقف على لعيب سواء عبد الله السعيد او اي لعيب ثاني. وانا بحترم الكابتن محمد ابو تريكه والكابتن ابراهيم حسن وحسام لان الناس دي برضه لعبت في النادي الاهلي. بص يا حبيبي الكلام ده كلام جميل جدا، وده يقودنا بقى انا عايز الكام مكالمه الجايين دول نتكلم شويه على ماتش مصر والبرتغال بكره. ايه رايك يا ابراهيم؟ ان احنا نتفرج على ماتشات كاس العالم في بيوتنا، لان في ناس ضعيفه وما تقدرش تدفع كروتات شح. فيعني اتمنى ان احنا نتفرج على ماتشات كاس العالم بتاعت منتخب مصر باذن الله. يعني لو امكن تاكد ان الدوله مش هتتاخر. هناك محاولات وربنا يسهل. شكرا استاذ عبد العزيز. الاهلي والمنتخب يا رب. ومعانا ابو معاذ من اسنا. يا ابو معاذ. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. بمسي على حضرتك وعلى الباشمهندس عدلي. اهلا وسهلا اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. في الاول كنت حابب لي عتاب بسيط على حضراتكم. ان احنا بقالنا اكتر من حلقه عاوزين نتواصل معاكم مش عارفين. والله احنا فعلا الحاح كتير من جمهور بيتهمنا بالجزئيه ديت ان احنا ما بنلبيش رغباتهم في الاتصال، عشان كده حاولنا النهارده ناجل بعض الفقرات وناخد اكبر عدد منكم. فاتفضل سريعا يا ابو خلي بالك ان احنا عشان ناخد اكبر عدد. الحلقات اللي فاتت كنا بنطلع متاخر علشان كان في ماتشات مهمه، فكان في احداث غصب عننا بتجبرنا ان احنا صراحه يا باشمهندس احلى حاجه في الحلقات اللي فاتت ان كل حلقه كانت ببطوله. ما هو ده شفت الحمد بقى الحمد لله. ضحوا معانا يعني شويه ما تزعلوش. فاستحملونا شويه اتفضل. بتهون علينا يعني. ايوه اتفضل ابو معاذ سريعا اتفضل. انا اكثر حاجه ازعجتني الفتره اللي فاتت يا باشمهندس في قصه عبد الله السعيد، بغض النظر انه ينتقل ما ينتقلش يقعد ما يقعدش، الحديث اللي دار عن مبادئ وقيم النادي الاهلي بعد ما الموضوع خلص. وكأن النادي الاهلي هو اللي حاول يخطف لعيب موجود في مكان ثاني وهو يجري وراه وهو اللي دفع له ملايين. مع ان في الاصل النادي الاهلي اللي بيحافظ على لعيبه. صحيح. دي نقطه. النقطة اللي أسعدتني بقى إن النادي الأهلي إدى درس قاسي جدا لمنافسيه إن محدش يعمل معانا اللعبة دي. والرسالة أكيد وصلت للكل. اللي خليها وصلت اسمي أبو معاذ. طبعا يا أخي الناس لما بتهدى وتفكر بتوصل لنتائج محترمة. صحيح. جدا يعني. اتفضل. اللي محدش يعرف يعمله غير الأهلي. أنا أديت درس للي بره. محدش يتوقع إن أنا أدي درس بقى لأولادي جوه. إن مفيش حد برضه من ولادي بعد ما هجيبك وهحافظ عليك وهحميك ما ينفعش حد يعمل كده من اللعيبة بتاعتي بقى. أنت سواء يعني الصراحة ضغوط مادية أو أي حاجة لا، بس برضه الأهلي في حتة ثانية خالص وما يتعملش مع الكلام. كل تاني عشان كل الذي يؤخذ في الأمر كان يجب الإبلاغ والاهلي صاحب القرار. بالظبط يا باشمهندس. النقطة بقى الأهم، معلش سريعا وحضرتك شاهد على المواقف دي كلها يعني. بالنسبة لموقف النادي الأهلي من القصة دي، النادي الأهلي جاله بشير التابعي وجاله شيكابالا وجاله وائل الجباني ومضوا وأخذوا فلوس والعقود وكل حاجة. الناس دي لما حبت ترجع ناديها تاني، النادي الأهلي إداهم أوراقهم وقال له متفضل. هو بس الكابتن بشير ما كانش مضى، لكن دخل النادي الاهلي وكاد ان يوقع يعني. كان في رغبه شديده. كان في رغبه. منتهي. كان في رغبه. صحيح. فالنادي الاهلي في الحاله دي قال للعيب لا اتفضل روح ناديك وما فيش اي مشكله خالص، ما تجريش ورا اللعيب ولا حاول ان هو يقول لا ده جابوه وكتفوه ومش عارف ايه والكلام الفاضي. ما احنا عارفين يعني الاسباب بقى كلها في المواضيع دي. بالظبط. فدي قيم النادي الاهلي ان اللعيب ما دام هو خلاص ما فيش رغبه ان هو موجود مش هدور علينا ولا همشي وراه تاني. بالنسبه لقصه بديل الكابتن عبد الله، دي قصه ما تشغلناش نهائيا لان احنا عندنا ثقه ان من هنا ورايح الكابتن عبد الله لازم يتدرب كويس ويجتهد اكتر، لان في حد هيهدد مكانه في المنتخب. اللعيب اللي هيطلع في الاهلي ايا كان مين هو
هيبقى هو حديث الكرة المصرية في الفترة بإذن الله إن شاء الله. شكرا يا أبو معاذ. ومعنا شكرا يا باشمهندس سمر مجدي من الأليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله. أهلا بيك يا سمر اتفضلي. أهلا بحضرتك. أولا قبل أي حاجة أنا زعلانة من حضراتكم جدا. ليه؟ عشان خاطر اليومين اللي فاتوا دول كنت بحاول اتصل بيكم كتير جدا. الله نزل. احنا بنعتذر يا سمر. وانا لسه بقول لابو معاذ يعني ضغط البرنامج فعلا وضيق الوقت كان بيمنعونا, بس هنحاول في كل حلقه نخصص لكم وقت, بس انتوا كمان ساعدونا شويه بسرعه. طب ماشي يا كابتن. تاني حاجه بقى المفروض تراعوا يعني ان في بني ادمين بنات يعني كل المكالمات رجاله. طيب احنا كمان عايزين نتكلم. طيب طب واحنا هنعرفها طيب ازاي يعني احنا نعرف ازاي؟ اعملوا خط للبنات وخط للولاد. طيب طيب دي كوته بقى هنقسمها كوته بقى. ماشي. اولا يا كابتن انا بس حابه اشكر حضراتكم على البرنامج دوت. تاني حاجه ربنا طبعا يوفق كابتن عبد الله في المنتخب, بس حابة اقول له بس كلمة صغيرة كده من مشجعة أهلاوية. اللي بيخسر جمهور الاهلي بيخسر حاجات كتير قوي, ودي اكبر حاجة. هو دلوقتي بقى بالنسبة لنا كان اللاعب رقم 19, ما بقاش في حاجة اسمها عبد الله ولا خد لي شقة جنبك. خلينا نتجاوز المرحلة دي يا سمر. وحابة برضه اقول له معلش انا اسفة يا كابتن, حابة اقول له كلمة اخيرة. اللي بعنا خسر دلعنا. حاجه ثانيه غير كده. طيب بس احب اشكر حضرتك على المنتخب, وربنا يا رب يوفق المنتخب. واهم حاجه الاهلي افريقيا السنه دي, يا ريت يا كابتن توصل للعيبه الكلام دوت يجيبوا لنا افريقيا السنه دي. انا كلمت حضرتك قبل كده كتير, وبرده بطلب من حضرتك ان انت تقول لهم افريقيا يعني هم متاكد. انا بقى اهو على الهوا اهو, خلي بالكوا سمر عايزه افريقيا. ابوس ايديكوا افريقيا. طيب. عليك انا هتشل بس لا 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 ولا تشلي بعد شر عليكي ان شاء الله باذن الله سمر تشوفي افريقيا. لكن انا كمان عايز اقول خلاص بالراحه شويه بقى في موضوع عبد الله ده, خليه عبد الله يركز مع المنتخب وباذن الله. معلش يا ستي حصل خير. خلي بالك خلي بالك خلي بالك, قيم التسامح اعلى ما في الرياضه. وانا في التسامح هنا مش معنى كده. جمهور الاهلي انت خسرت جمهور الاهلي, رحت مضيت. عارف حضرتك لو هو ما كانش راح مضى للزمالك كانت تبقى فيها كلام تاني خالص. لا هو لو كان مضى للزمالك وقال كانت تفرق كتير. كانت تفرق معانا احنا, انما انت رايح تنزل للزمالك من ورانا ومستشار مرتضى منصور جاي يقول ده احنا موقفين 8 بودي جاردات قدام النادي عشان خاطر يا ستي. ما هو اول مره اشوف واحد يخطف ولاده, يعني دي حاجه غريبه. هنخطف لعيب من عندنا؟ ده انتوا اللي خاطفينه. وشوف لو بصينا للصوره بتاعت عبد الله السعيد مع الزمالك وبصينا للصوره بتاعت كانه واحد رجاله وروحه تاني, ردت له روحه تاني وهو بيمضي. انا الصوره اللي هي بمليون جنيه ب 40 مليون مش كده؟ ايوه الصوره هي. انا اخويا حضرتك اغلى صوره في التاريخ. النهار والله يعني عشان ما اكذبش. شكرا. صورت عبد الله السعيد ب 40 مليون برضه ما خدتوش افريقيا يعني. شكرا شكرا يا سمر. يعني احنا لما تعرضنا لموضوع عبد الله السعيد في سياق رد احمد اسامه في الفيديو اللي بنحييه عليه الحياه, واللي بنرحب بكل المساهمات على نفس النسق وعلى نفس المنهج وبنفس الباب مفتوح لاي مجتهد بنفس الحرفيه نرى جديه في شغله والرسالة. اهلا وسهلا. بشكل معلوماتي, بشكل عرض سليم, بشكل احترام للمنافس, بشكل اظهار للحقيقه, ده كله هدفه من ضمن اهداف البرنامج من اول ما طلعنا, مزيد من التحريض على المنطق, التحريض على التجويد المنطق. على التجويد في 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 رصانه الاعلام والبحث والتدقيق. ودايما بنقول لكم حتى في البرنامج كل ما نعرضه اذا ما كانش يتسق مع المنطق والعقل واحترام المتلقي ما تقتنعوش بينا. وانا اعتقد هذه الثقه من هذه الاتصالات الكتيره اللي الناس بتعتب علينا عايز. دايما ان احنا ما بنقدرش نستقبل هنحاول والله مشاركاتهم نوفر بعض ال لا ثقه كبيره احنا بنشكركم عليها وبنعتذر عن التقصير في مضى. بس عايز اقول ملاحظه مهمه جدا. انا استمتعت النهارده بمجموعه من الاراء, كل واحد كان بعضها كان تقليدي لكن بعضها ايضا كان لمس نقط مش ما حدش لمسها. ففي فكر وهدوء ووعي. لكن كل اللي بطلبه تعالوا من بكره نفكر في المنتخب بقى قدام البرتغال. عايزين نشوف منتخب يعني بيؤدي بشكل مختلف في ايجابيه. اما عبد الله سعيد
وراك يا عبد الله لحد ما يخلص المنتخب ويحلها الحلال وراك لا وراك في من قلبي وراك وبدعمك عشان خاطر المنتخب يا رب يوفقك انت وزملائك كل التوفيق للمنتخب بكره ان شاء الله هو انتوا هتعملوا لنا علشان يحقق بدايه كويسه لمرحله اعداد هتسيب الاعداد يختار ما يقدرش في مارس ما نتذكرش العندليب عبد الحليم حافظ واحد من اللي عشقوا الاهلي بجد يمكن كنا نتمنى ان يبقى فيه فرصه ربنا يتولاه برحمته الشاعر الغنائي الكبير محمد حمزه راجل اهلاوي جميل كان واحد من اللي كتبوا اغاني رائعه لعبد الحليم حافظ كان عندنا برضه كان باستمرار في الاهلي واحد من الكتاب اللي كنا بنعتز بيهم كان بيكتب زاويه اسمها الكلام المفيد بس كان في كل سنه في شهر مارس عنده حكي كتير عن عبد الحليم واهلاويته عشان كده نتذكر النهارده زين النوادي كلمات الامير محمد الامير عبد الله الفيصل احد رؤساء شرف النادي الاهلي في ابداعاته عن زين النوادي خير ما غنى عبد الحليم حافظ دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله تصبحوا على خير مع زين النوادي تحية وجلالة أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي لله أيامك الغراء مشرقة تزهى على جمع فيها وآحاد سجلت فيها من الأمجاد مفخرة عزت على كل أعزاز وإمجادي عزت على كل أعزاز وإمجادي خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى تواريخ وأعياد جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة
ساعات اللي ساكني مصر بل ناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حليتك.